to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just صباح الجمال، اسعدت اوقاتكم جميعا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من يلي معنا. سعداء بمصافحتكم مجددا، موعد جديد ساعتين من البث المباشر من خلالهم نقدموا ان شاء الله المعلومه والفائده واكثر من ضيف يؤثث معنا هذا اللقاء الجديد. ويرافقني كما شاهدتوا في بدايه الحصة شايف محمد مزاكي في دباره اليوم اللي هي الفقره القاره معنا واللي نبداو بها عاده حلقتنا. صباح النور شايف. صباح الخير إيمان. شنو حوالك؟ لاباس الحمد لله. صحة بخير. لاباس. ثلاثة أطباق اليوم ولا كيف أكثر؟ كيف العادة. ثلاثة أطباق في الموعد، نحاولوا نعاونوا ربات البيوت وسيدات البيوت في دبارة اليوم. ديما كل يوم نقعدوا في نفكروا في أفكار جديدة، نحاولوا احنا نعاونوكم نهار جمعة وسبت بأفكار جديدة، وأيضا تكون الأطباق نتاعنا متوازنة فيها الخضار فيها الغلال وخاصة غير مكلفة. نذكركم في بداية الحلقة مشاهدينا بطرق الاتصال والتواصل مع أنا مرحبا بكم على رقم 70 944 9555. نجموا تراسلونا عن طريق الاس ام اس 78 87، تكتبوا لنا ايغريك ام اسباس تونس الاقتراح، نجموا تخليوا رساله صوتيه على رقم 88 40 31 31، والا تراسلونا عن طريق الفاكس بالنسبه للجمعيات والمنظمات اللي يحبوا يسجلوا حضورهم معنا في اللي معنا. مش فقط نقوموا بالتغطية الإعلامية وإنما أيضا حتى نعرفوا بالجمعيات التونسية بمجهوداتكم بمختلف أنشطتكم بدوركم في مختلف المناطق ودوركم في النهوض بالعائلات والأسر الفقيرة. مرحبا بكم عن طريق الفاكس 70 944 935 وإلا 70 944 919. قبل ما نطلقوا حصتنا نعطيكم فكرة مشاهدينا على أهم فقراتنا بالنسبة لليوم. And I mean from the bottom of my heart. زوم على العالم من خلالها نعطيكم فكرة على آخر الأخبار في مختلف أنحاء العالم. حدث وتاريخ ونوصلت الأضواء على أهم الأحداث اللي صارت في الفترة الأخيرة. كارت بوستال وبيب سويقة. في إطار فقرة معالم دينية عالمية اليوم نتحدث على جامع الأزهر وما أدراك. مش هذا فقط اللي باش تشوفوها اليوم، فقراتنا متنوعة، لكن قبل هذايا وقبل ما نعطيو مكونات الأطباق اللي معانا هي تنعرفوا على الأقل أسماء الأطباق، بعد شوية نرجعوا نسكل بالورقة والستيلو باش نقيدوا معاك مزاكي. شنو تقترح اليوم؟ بالنسبة اليوم كمقبلات باش نعملوا السلطة اللي باش سميتها سلطة مشكلة. سلطة مشكلة فيها بالخضار، من الأساس فيها هي الصوص نتاع اللي باش نعرفوا نتعرفوا على الصوص اللي صوص ربما جديد على فما مشاهدين اللي يعرفوها فما شكون اللي ما يعرفهاش. سهلة ونزيد فواح لأن أكثر نتاع السيدات الحكاية نتاع الأصواص هي أهم شيء بالنسبة للسلطة. باهي نذكروا أنه ديما كلمة أصواص اللي استعملها مساكي يا جماعة كلمة صوص. بالنسبة للطبق الرئيسي باش نعملوا إسكالوب اللي هو كيف لا يتسمى الكوردون بلو أو البقري لحم بقري اللي هو محشي بالجامبون دو داند والجبن. اي وفي الديسير باش نعملوا حلو بالمعجون، اخترت اليوم معجون تاع الفريز او نجموا اي نوع تاع المعجون اللي هي سهله و... نعرف اللي فما بعض السيدات اللي يخافوا شويه من الحلويات تلقاها تتقن الحاجات المالحه لكن الحلويات ما تنجحش فيها. نقول لكم الديسير من المكونات نتاعو ظاهر سهل برشا. دونك تحضروا لنا كل ورقه وستيلو باش تقيدوا معنا المكونات واقتراحاتنا بالنسبه لليوم، لكن قبل هذايا نتابعوا مع بعضنا حاضرة جلمي مراجعين لدبارة اليوم مرة أخرى. تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون
صلي على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صلي على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صلي على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. اللهم صلي على بدر التمام. اللهم صلي على نور الظلام. اللهم صلي على مفتاح دار السلام. اللهم صلي على الشفيع في جميع الألام. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرض بالمطر والحجاج وتمر ولما وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقف الحجر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. خير الفريقين من عرب ومن عجب. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدالوه في علم ولا كرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه. منزه عن شريك في محاسنه. فجوهر الحسن فيه غير منقسم. منزه عن شريك في محاسنه. فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده عن طيب عنصره. أبان مولده عن طيب عنصره. يطيب مبتدأ منه ومختتم. أبان مولده عن طيب عنصره. يطيب مبتدأ منه ومختتم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يمم العفو ساحته. يا خير من يمم
وفوق متون أن يقر رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرمي سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رجعنا للكوجينا رجعنا بحذا موساكي حتى ناخذوا مكونات كل طبق وننطلقوا مع بعضنا بالطبق الاولاني وسميه موساكي سلاطه مشكله على خاطر فيها برشا خضر وفيها صوص ان بو سبيسيال فما شكون يعرفوها فما شكون ما يعرفوهاش دونك طريقه جديده لتفيح السلاطه بالنسبه لليوم بالنسبه للسلاطه اليوم ناخذوا خدينا طماطم خدينا ود القمره خدينا شامبينيون خدينا خس شويه قارص افوكا يعني اختيار الافوكا نجم ناخذوها ولا ما ناخذوهاش شويه معدنوس زيت زيتون اكحل ياغورت اللي هو ناتشورال طبيعي حبق اخضر زيت زيتونه ومطرد حاجتنا بياغورتا وحده معناها ياغورتا وحده باش نعملوا بها الصوص وزيت زيتونه يعني الصوص اللي اكيد اللي باش ناخذوها بياغورت ناتشورال وناخذوها بالمطرد وزيت زيتونه الحبق والافوكا كما لاحظنا ما فماش الملح على خاطر برشا ناس يملحوا برشا سلطه والا يحطوا مثلا برشا مايونيز دونك ملي باش تكون مفيده وفيها حريرات شويه بالكل وتكون صحيه نزيدوها الاضافات هذه الكل دونك ما عادش سلطة صحية به دونك هذه هي مكوناتنا بالنسبة للطبق الأولاني باش نستعملوا حتى الياغورت نتاعنا الطبيعي معناه بلاش سكر زيت زيتونة زيتون كل شيء صحي إلى حد الآن تم بعد نكتشفوا ولا عطينا فكرة من توا شوية الصوص هذه كيفاش باش تحضر الصوص هذه باش نعملوها بالحبق نتاعنا الحبق الأخضر ومعها الأفوكا شطرت على الأفوكا والياغورت الطبيعي وزيت زيتونة ومغرفة نتاع المطارد كيفاش معناها يشتري الافوكا باش نرحيوها؟ باش نرحيوها الكل باش تعطينا ان صوص اللي تجي عاقده ومن بعد باش نصبوها فوق السلطه نتاعنا باش نقصوها باي نوع باي طريقه اللي باش نحبوا عليها يا اما طويله يا اما اون كيب يعني الاختيار نتاعنا. داكورد نتعداو للطبق الرئيسي. بالنسبه للطبق الرئيسي خدينا اليوم هبره نتاع بقري طبيعه الحال نعرفوا كيفاش نابلاطيوها باش تجينا جويده نعملوها يا اما في ساشي ونطابيوها في الكوجينه تاعنا او الجزار يستعملها فما اللي كيستعمل فوالا يا اما الجزار والا فما اللي نشريهم حاضرين نلقاهم جيدين ديجا حاضرين باش هذوما المكونات نتاعنا خدينا 300 غرام تاع هبره خدينا 100 غرام جامبون داند خدينا كعبتين عظم جبن مربعات خدينا ابيض المربعات يعني ما عندناش مشكله فيه خدينا خبز مرحي شويه زعتر وكليل وزيت للقلي بالنسبه للزعتر والكليل انا باش نخلطوا في الشابلوغ يعني انا الشابلوغ نعرفوها حنايا اللوغو نتاعها اللي هو يعني ناتشورال يعني ما فيه حتى باش نزيدوها ان كو سبيسيال عطينا الكو نتاعو الشابلون نزيدو فيه زعتر وكليل باش عطينا ان كو فما موزاكي زاد بوتيتخ تنجم تجي في طبق اخر فما يقول لك مثلا ما نحبش نراه زعتر والكليل فوق اللحم والا فوق حاجه اخرى باش نفوحوا بها فما ناس يغليوها في الماء وبعد ياخذوا الماء نتاعو هذاك يطيبوا به دونك يبدا فما المطعم نتاع زعتر والكليل والريحه البنينه اما ما نراوهاش ما تشافش لا لا اي باش تكون فكره ولا فكره نتعداو للديسير نتاعنا قلنا باش نركزوا على المعجون ولا معجون اللي نحبوا عليه معجون فخيز اي معجون ولا سفرج اللي نحبوا احنا ولا بالنسبه للمكونات هي سهله جدا خديتها بالتدقيق خدينا 200 غرام زبده
هذوك مكونات طبق رئيسي مشوا مع بعضنا المكونات الدسير نتاعنا. قلنا اليوم باش نحكيو المعجون شنو باش نعملوا بيه. دونك سميناه اسم سهل برشا، حلو بالمربى. دونك حلو بالمعجون هذا 200 غرام زبده، خلينا 200 غرام زبده، خلينا عليها 200 غرام سكر، عليها 250 غرام فرينه و5 كعبات عظم معجون تاع تاع فراوله اللي خلينا احنا اليوم فريز. او نجموا نقصوها على حسب الكونتيتي هذا، نجموا نعملوا 100 100 100 او 100 غرام زبده على 100 غرام سكر و175 غرام تاع والعظم نقصوا فيه وقتها. العظم طبيعه الحال باش نقصوا فيه ولا كعبتين ولا ثلاثه الا كانوا بالنسبه لنا باش نعملوها 100 غرام، ناخذوا يا اما كعبتين كبار تاع العظم او ثلاثه اللي هما صغار تاع. احنا المقادير اللي عطيناهم اليوم تقريبا قادم شخص، يعني حتى 12 شخص، حتى 12 شخص باهي داكور. دونك نحبوا اقل نقصوا شويه من الكونتيتي اللي عطيناها احنا. شنو جديد في الحلو هذايا؟ معناها الحلو توا احنا نراه في مكونات كهو باش يطلع يشبه لشنو؟ جاتو سابلي؟ لا يجي كيف يجي كيف الجينواز اللي في مفوري بالمعجون من الوسط. باهي حلو برشا داكور. دونك عاده احنا نشريو جاتو نلقاو كله كريمه من الداخل، نقولوا وينو الجاتو يا حسره على الجاتو. دونك اليوم باش نعملوا حاجه سهلة يعني الدخلاني بتاع الجاتو بشوفوه اليوم بالحق. بيعطيك صحة مزاكي، نرجعو لك بعد شوية، نخليك تنطلق في أعداد الأطباق هذوما. ننطلقوا بعد شوية إن شاء الله في استقبال الضيوف. نقبل هذية نمشيو الفقرة زوم على العالم في دقائق، نعطيكم آخر أخبار العالم ولا نعودة. زار وفد نسائي حقوقي الطفلة ريهام الحكمي وأكد الوفد وقوفه مع الطفلة وتوكيل محامين للدفاع عليها. وريهام الحكمي هي طفلة سعودية تم نقلها المستشفى حكومي بعد إصابتها بمرض يستوجب نقل الدم لجسمها، ولكن المفاجأة اللي حصلت لما اكتشفوا أنه الدم اللي انتقل لها كان ملوث بفيروس الإيدز. وبعد تأكد عائلة المصابة بالخبر ورغم التطمينات من وزير الصحة السعودية معاقبة مسؤولي، إلا أن والدة ريهام قالت إنها ما هيش موثقة في كلام الوزيرة. أنتج فلسطينيون فيلم وثائقي بعنوان الهيكل ردا على فيلم لوزارة الخارجية الإسرائيلية اللي بدلت فيه قبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى بهيكل سليمان. ويشير الفيلم إلى أن اليهود معنيون بربط الدين اليهودي بأرض فلسطين. وقال منتج الفيلم إن اليهود هدفهم جلب أكبر عدد ممكن من يهود العالم إلى أرض فلسطين. حصلت مريم المتيري على رخصة لقيادة الرافعات والرخصة العامة لقيادة المعدات الثقيلة، وتكون بذلك أول سيدة كويتية تتحصل على الرخصة بعد اختصار المهنة هذه على الرجال لسنوات طويلة. وأثبتت المتيري على قدرة المرأة دخول جميع مجالات الأعمال الشاقة، وقالت مريم المتيري إنه عملها يتطلب الجرأة والقوة. أدى انفجار نيزك في روسيا الوقوع حوالي 1000 جريح منهم بعض الإصابات الخطيرة. وذكرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكي النازا أن النيزك اللي انفجر في روسيا بسلة بكوكبين قريبين من الأرض. وقال إحدى خبراء الروس أن النيزك اللي تفتت كان وزنه حوالي 10 طن. رجعنا في المباشر لاستقبال ضيوفنا، ونحاولوا في كل مرة نكونوا مواكبين لكل ما هو جديد على الساحة الوطنية، وخاصة نحاولوا نهتموا بالعائلات اللي تستحق بالحق شكون يعاونها، وإلا العائلات اللي فيها ناس معاقين وإلا أطفال معاقين ولا كهول معاقين، وين ما يكون فما نشاط يهتم بهالفئة الضعيفة هذه اللي تستحق مادية المساعدة نسلطوا الأضواء. اليوم باش نحكيوا على روتاري كلوب، وال اليوم فما نجم نقولوا نشاط مهم يهم التوينسة اللي عندهم إعاقات مختلفة. باش نحكيو بالتفاصيل مع مدام سعيدة شلي، هي الرئيسة، ومعنا سي سلاحة الكتاري مكلف بالبرامج بروتاري كلوب. صباح النور ومرحبا بكم. صباح النور. روتاري كلوب دونك اليوم توا فما أكسيون لفائدة المعاقين، هات ناخذوا فكرة ساعة، ديما أنتم تدخلوا لفائدة المعاقين فقط وإلا كل مرحلة كل ثلاثي سداسي عندكم فئة معينة من التوينسة تهتموا بهم مدام سعيدة شل؟
احنا عنا كل عام رئيس يتبدل، وكل رئيس عنده برنامجه، هو يقرر البرنامج شنو اللي يحب يعمل، وفي نطاق البرنامج نتاعه نختاره مع بعضنا بيان سور، ما يقررش وحده، لكن هو معاه لي مامبر اللي في وسط الكلوب ويقرروا شنو الاهتمامات اللي هو بالنسبه ليه يحب يعملهم في السنه نتاعو هذيك. نعم، نجم نقولوا ذات سلاح انه الاهتمام توا بالمعوقين يعكس انه عندنا برشا معوقين في مختلف ولايات الجمهوريه اللي هما ما لقاوش شكون يعاونهم مثلا باش ياخذوا كراسي تحركه، ولو انه توينسا قاعده تدخل، الجمعيات الاخرى قاعده تدخل، فما برشا عمل خير قاعد يصير في تونس، ولكن مع ذلك مازال فما ناس تستحق بالحق شكون باش يعاونها. هو المعاق المعاق موجود، والمعاق ما كانش معروف، مش معروف نوعيه الاعاقه نتاعو، ومش معروف العدد نتاعو، ومش معروف في اي جهه من جهات البلاد موجود. بالوقت الواحد يدرس الوضعية ويتبعها يكتشف حوايج حقيقة تثلج الصدر، معناتها الإنسان لما يزور المؤسسات اللي هي قاعدة تواكب في المعاقين، اللي هو يبدأ من الصغير بالبيبي حتى أنه يكبر، المعاق يبدأ قاعد في بيت في تركينة، يقعد ما يتحركش، ما يخرجش، ما يعيشش مع عائلته، ما يعيشش مع ولاد حومته، ما يعيشش مع الناس اللي دايره بيه. هذا وقت اللي ما عندوش امكانيه، ما وقت اللي يتلهوا بيه، وقت اللي تبعوه، وقت اللي يقريوه، وقت اللي يعملوا له الحركات، وقت اللي يعلموه النطق، وقت اللي يعلموه عدة أشياء اللي هي لازمة للبشر. نعم. هو صغير يولي يباشر الحياة نتاعه، ويولي يتنقل، يولي يشارك في الحياة. وهذه النقطة اللي هي معناتها الإنسان يحس بها برشا، ويحس بها ويشوفها ويشاهدها وقت اللي يزور المناطق ويزور المنظمات اللي هي متبعة المعاقين. نعم نعم. مدام علاش كراسي متحركة، معناها هل أنه الناس هذوما اللي باش يتم مساعدتهم ما يستحقوا فقط كراسي متحركة، وإلا فما برنامج كامل باش نعاونوا عائل الأسرة، رب الأسرة؟ الناس هذوما أكيد مدام يستحقوا كرسي متحرك معناها ما عندهم مش امكانيات ماديه كبيره، دونك باش يقف النشاط نتاعكم على توزيع الكراسي فقط، ولا باش يكون فما احاطه وتاطير لهالاسر هذيا؟ كما قال لك سي صلاح، احنا اكتشفنا، ما كنتش نعرف احنا في اطار الاكسيون هذيا، فقنا بلي فما 500 الف معاق في تونس. 500 ألف. إعاقة جسدية مدام؟ إعاقة جسدية. طيب بعد نحكي شوية على الإعاقة الذهنية، على خاطر زادة عندها يعني يلزم نهتموا بها، على خاطر موجودة في تونس. احنا ديما عينا تمشي للي عنده مشكلة في ساقه ولا في يده، ما نفكروش برشا اللي فما إنسان نجم يكون جسد متاعه كامل ولكن ذهنه بسيط. دونك احنا كي باش نعطيه 200 كرسي المرة هذه، يظهر لك اللي هي حاجة بسيطة ياسر، لكن احنا الاكسيون هذية نحبوا ديما نواصلوا فيها، وبدينا ونحبوا ما نقفوش في 200 كرسي، ماذا بينا على طول نكملوا وكل مرة نعملوا. والكراسي اللي باش نعطيهم المرة هذه يتخالفوا، ما هماش كراسي سامبل، فما كراسي بازيك، وفما اللي يوصل لل 2000 دينار اللي هو اوتوماتيك، معناتها الكتريك للإعاقة التامة. نعم. معناها باش توزعوهم حسب الحالات، حسب الحالات، مش كيما اللي نجم يحرك الكرسي بيدي كيما اللي عنده، حسب الحالات. وحنا الحالات مشينا للمستشفيات وعطاونا الدوسي ميديكال نتاعهم، وشفنا كيفاش نجموا نعطيو. نعم. واللي باش ياخذ كرسي ب 2000 دينار تنجم تقول عمره ما يحلم به، مش كلي نتاع 200 ولا حاجه. دونك احنا نقصنا، كان تحب من الشيفر اللي هو كان يكون اكبر، حطوا على الجوده معناها. صحيت. مش على الجوده، اما قلنا هذمك ما هماش باش يوصلوا، معناتها ياخذوا يشريوه الكراسي هذمك. واحنا بصفه عامه عمرنا ما نعطيو اعانه ماديه، معناتها فلوس. نحاولوا باش نعطيو على قد المستطاع حاجات اللي هما تفيدوا
بشكل آخر، لكن هي ترجع له بالفايدة كان عطينا حاجة مادية. مثلا النجم نجيب وقع في السابق في الأعوام السابقة باش عطينا حاجات اللي هما النجم يخدموه، معناتها يكونوا له مصدر رزق به. أما ماديا ما نعطيوش. وإحنا مثلا توا في الواحد خممنا من بعد الأكسيون هذية، قلنا نعطيو لي شيز غولانت ونكملوا في حكاية لي شيز غولانت، وممكن بعد نعطيو لي بيوس على خاطر سي سلاح إلى غوماركي اللي العباد هذوما باش يمشيو مثلا للمدرسة باش يمشيو يقراو ولا باش ياخذوا وإلا حتى باش يتنقلوا يهزوهم هذيا دونك ما فهم حتى البيوس المستشفى. ولا احنا كنا نجمو نعملوا دي بيوس باغ لا سويت باش نهزوهم ونقلوهم. سي سلاح الاشخاص هذوما هالتوينسه هذوما اللي باش ياخذوا الكراسي المتحركه اغلبهم من الاطفال من الشباب، شنو هو الشريحه العمريه؟ انا التكمل لسؤالك الاول لو سمحت، هو انه الخدمه اللي خدمناها حتى نحضروا لان فيها دراسه هي معناتها خدمناها مع الإدارة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية لأنهم هم عندهم نظرة كبيرة للوضع، وهم اللي مدونا بالقائمات ونوعية الإعاقات ونوعية الكراسي اللي يستحقوها والأعمار نتاعهم، وكذلك المنظمات، لأنه في تونس المنظمات اللي لاهية بالمعاقين موجودين ومنظمين ومرتبين، معناتها فما تنسيق بين الجمعيات والمنظمات بالحقيقة. اي معناتها وهما اللي ممكن يصعب عليهم الخدمه موجوده، ولكن اللي ناقصهم هما الموارد، هما الامكانيات، هما المحلات، هما الحافله اللي مش تنقل المعاق، الكراسي اللي يستحقوا المعاق حتى انه يعيش حياته ولا يحضر في البرنامج باش يدرس فيه ولا يتعلم فيه. الشريحة أنا شفت وليدات تقريبا عمرهم ولا بنيات عمرهم من 5 سنين يبدأوا ينقلوهم من دارهم يمشيوا مدرسة تحضيرية للأماكن هذوما حتى يعملوا لهم حركات. اي سي سي دو لا ري ادوكاسيون باش 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 بدنهم، لانه قبيله جبت انت على الاعاقه الذهنيه والاعاقه الجسديه البدنيه، هما ساعات موجودين الاثنين، معناتها الاثنين البرنامج ما يسمحناش معناتها باش نوريكم بعض الصور، هذو الصور بور سنسيبيليزي حتى الانسان يحس مش باش يتفرج. اما في بعض حالات تلقى صغار من 5 سنين يحطوهم على الطاولة باش يعملوا لهم ريدوكاسيون، وهذا يوصل حتى للعشرين سنة تقريبا. حتى أنهم يتكونوا باش يولي يجم يقرأ يشد جريدة يفهم إيش يتقال في الراديو وإيش يتقال في التلفزيون، دونك التكوين الشخص فيها فيهم زادة يعملوا لهم الحركات الرياضية مع عدة أشياء. و اللي لقينا ثم عائلات، احنا ثم نادي من النوادي اللي مع بعضنا، لأنه روتاري تونس غولف العملية هذه مش عاملها الشخص وبرك نادي، عملنا انتر كلوب، هما كل النوادي اللي في الجمهورية التونسية مشاركين مع بعضنا باش تقوموا بالنشاط هذا. نعم. مدام سعيدة نحب نعرف عملية التنسيق مع الجهات كيفاش صارت، سورتو أنت عطيتني إحصائية ونعرفوا منذ مدة معناها الإحصائيات اللي عندنا ماهيش محينة وإلا مغلوطة شوية ماهيش قد قد، مش مهم الرقم ولكن كيفاش عرفتوا مثلا اللي في الولاية الفلانية عنا درا قداش من معوق، فما تنسيق مع الجمعيات والا مع الولايات؟ اعطيني فكره باش وصلنا لمنين العدد هذايا. قلنا عنا 500,000 وانتم باش توزعوا مجموعه من الكراسي اللي قدرتوا انكم تجمعوا الاثمان نتاعهم. معناها احنا كما قلت لك كما قال سي سلاح اللي ما احناش احنا كجمعيه بحيره روتاري البحيرة عملنا الأكسيون هذه، احنا الفكرة جات منا احنا، واتصلنا بالجمعيات اللي موجودة في تونس الكل من بنزرت حتى للسود، وقلنا لهم شقاولكم نعملوا الأكسيون هذه. بطبيعة الحال كل حد في المنطقة متاعه يعرف وينجم هو يعطينا الإحصائيات ويعاوننا باش يعرف، وفما الجمعيات اللي هما عطاتنا معناتها الفلوس باش عاونتنا باش ناخذوا لي شيز غولونت، وقالت راني انا عندي مثلا زوز ولا ثلاثه من الجهه هذه نحب نعطيهم الكراسي هذوما. هذاك كيفاش لمينا احنا ومع كيما قلت لك
الدولة كيف كيف معناتها اتصلنا وزارة الشؤون الاجتماعية صحيت هي مدتنا بالشيفخ هذايا وهي عاونتنا وعطاتنا كيف كيف برشا باش تبعث لنا حتى اليوم مش يجيو حتى باللي زامبيلونس يوصلوهم باش يتسلموا الكراسي نتاعهم. نعم. سي سلاح اليوم شنو باش يصير بالضبط؟ يعني باش يجيو عائلات الاطفال باش يجيو الاطفال باش يتم توزيع الكراسي فقط؟ اعطيني فكره على برنامج اليوم. الفكره هو انه على القائمات اللي هي تفوت 400 طلب. نعم. احنا وصلنا والحمد لله وشكرا للناس اللي عانتنا اللي هم يعرفوا بعضهم وشكر خاص وصلنا ما فوق 200 كرسي. نعم. وعطيناهم اون ليزا اتريبيي للولايات الكل في الجمهورية التونسية. معناتها قسمناها. حاولتوا تكونوا عادلين معناها ما تقتصرش على ولاية. حسب الطلب وحسب وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات. نعم. وحسب الأولويات زايدة خاطر صحيح نجموا نلقاو معوقين لكن فما معاق اللي في عائلة تنجم تشري له. نعم. ومعاق آخر ما عندوش ينجم يكون يتيم وما عندوش حتى. لا هذوما ما عندهمش الإمكانية هذوما ما عندهمش الإمكانية. وتعرف اللي احنا نحكيوا على المعاقين دونك تنقيل التنقل نتاعهم صعيب. صعيب. ولذا اش قلنا؟ قلنا اليوم بمناسبه اليوم لا جورني دو لونتونت مونديال هو خاطر اليوم نهار 22 فيفري هو لا جورني دو لونتونت مونديال اللي باش نفرقوا كميه من الكراسي نفرقوا 23 كرسي اليوم اللي هما متقسمين ناس اللي هما 5 سنين عندنا شكون باش ياخذ 5 سنين وعنده كرسي خاص وعندنا فيه الكرسي اللي هو نورمال باليد والكرسي اللي اموفيبل لانه يعني الشخص ما ينجمش يدخل فيه وعندنا الكراسي الكتريك دونك اليوم باش نفرقوا 20 من تونس كيفاش باش يجيو؟ ثم 4 باش يخرجوا من سبيطار القصاب هذه ماهيش بيبليسيتي باش يجيو بامبولونس بالانفيرمي نتاعهم يجيبهم للنزل اللي احنا باش نعملوا فيه البرنامج هذا ياخذوا كراسيهم اللي هما اللي هم خاصين ويرجعوا على رواحهم والمنظمه الاخرى اللي هي زاد متلاهيه بالمعاقين باش تنقلوا للولايات الاخرى من بعد من بعد مع المنظمات ومع النوادي الاخرين الروتاري اللي هما في الجهات باش نتنقلوا للناس في اماكنهم ولا ممكن ننظموا ترتيب باش نعطيهم كراسيهم في بلاصتها هذايا البرنامج اللي كيفاش نحبوا الجمعيه هذه هي تنسميوها الجمعيه سي سلاح. ناخذوا فكره مع مدام سعيده ومعك انت سي سلاح من بعد يعني قلتوا عندكم برنامج قلتوا عندكم نجم نقولوا كاينكم عملتوا مسح لكل الولايات وشنو تستحق من مساعدات بعد توزيع الكراسي اليوم الانطلاق وباش يكون فما جوله في كل الولايات لتوزيع ما يتبقى من الكراسي المتحركه للاطفال والشباب وكل من بعد شنو باش يصير البرامج المقبله؟ يعطيك الصحه بارك الله فيك في السؤال هذا. احنا عندنا برنامج سعيده ما يسالش شنو نقول انت تحب البرنامج في فيما يخص الاعاقه ولا برنامج ككل ما يسالش برنامجكم المستقبليه سي سلاح سؤال مفتوح باهي انا فيما يخص البرنامج هذايا ناخذ ما يسالش الكلمه بعد الرئيسه وبعد نرجع لها الكلمه لانه البرامج الكبيره عندها هي كرئيسه اما فيما يخص الاعاقه وفيما يخص مستلزمات الناس اللي هما يستحقوا العينه احنا البرنامج نتاع الكراسي هذه ان شاء الله متواصل على طول. نعم. وان شاء الله من عام لعام نواصلوا فيه ولكن ما نوقفوش على الكراسي برك ثم حاجيات في التنقل لي بوس سبيسياليزي اللي هما لازمين يكونوا موجودين في الاماكن اللي هما اللي ساعات حتى اثنية ما فماش معناها حتى كيس ما فماش هذه حاجه الاولى المعدات اللي قبيله نحكي عليهم باش يعملوا الرياضه نتاعهم باش يسمعوا باش يعلموهم النطق باش يعلموهم الحساب نقول الكالكول سي با لي مات الكالكول بور اكرير ما اكرير باليد ولا دونك عندنا برنامج ان شاء الله متواصل وعندنا برنامج متوسع فيما يخص البرنامج هذا ثم مواصله دونك ان شاء الله مش باش يتم الاقتصار على المرحله هذه فقط والا على عدد معين فقط بطبيعه مع التنسيق مع المنظمات والولايات باش يكون ان شاء الله فما عدد يعني المساعدات باش تشمل عدد اكبر هذه تقريبا في جمله اللي جاي على لسانك سي سلاح مدام سعيده البرامج المستقبليه عندنا برنامج كبير فيما يخص الماء خاطر نعم. احنا في نطاق ليزاكسيون نتاعنا في الكلوب نتاعنا الماء من الحاجات الاساسيه في الحياه دونك خممنا باش نعملوا بير باش نحفروا بير في السود في بقعه
بعيدة شوية. نعم. ما فيهاش بالكل ماء ويتعدوا بها منها برشا دي نوماد يعني باش يشربوا هما ويشربوا الحيوانات اللي معاهم ويربيوا مواشي برشا في المنطقة هذيك. دونك باش نحلوا مشكلة كبيرة في المنطقة هذيك وبقدرة ربي ما يكمل العام كان ما يكون إن شاء الله. مين بثبت في الجنوب مدام؟ جهة لا البرامج اللي توا قاعدين نحكيو فيه معنا اتصالات مع في ولاية قبلي جهة الشبيكة وجهة سمحني جهة مش شبيكة استنى بعد كي نخرج من طوزر البلاد الأولى اللي قبل ما ندخل الشط الجريد ميسيلش الاسم بحدا شط الجريد في الجهة هذه وجهة الأخرى في تنباين التنباين اللي هي في وسط الصحراء معناها تخرج من دوز تمشي تقريبا 50-60 كيلومتر بيست مثلا الرمل البلاصة هذيك فيها حاجيات يقولوا لي شيرت الفوار سيسلاي لا لوطم الفوار لوطم الفوار شفتوا معناها هذوما رجيم معتوق مال اللوطم رجيم معتوق رجيم معتوق يقعد قريب ناحية طول البرما سيسلاي معناها هذوما اسامي ديت المشروحة معناها ثم جبيل ثم المجروحة ثم مشروحة ثم جبيل الجبيل هذه بلاصة سيت اون ريزيرف مغاديك في الجهه هذيك معناها هذوما اسامي بلايص يعني موجوده في تونس طيب على الخريطه نتاعنا انا وحده من الناس يكون فيما برشا كيف اسامي اول مره نسمعوا بهم الفوار والمجروحه ولكنهم مناطق موجوده في تونس تستحق ان ندخلوا كمنظمات كجمعيات كوزارات كمؤسسات معنيه كاهل الخير باش يوصلوا الماء للناس هذوما الماء هو ممكن في بعض بلايص الماء موجود اما مالح دونك ثم زاد إمكانية أنه تحليه الماء حتى الماء يكون ولي صالح للاستعمال والاستهلاك للبشر والحيوانات دونك إن شاء الله نكون وصلنا خبير به الأهالي المنطقة هذه الموجودة في ولاية قبلي حتى كما قالت مدام شلي يربيوا الأغنام والميشيا كل دونك يزم يكون فما ماء صالح للشراب لهم هما وللميشيا متاعهم حتى ينجموا يعيشوا يكون عندهم مورد رزق معناها ما يموتوش الحيوانات متاعهم كلمة الختام معاك مدام شلي وكلمة الختام معاك سي سلاح اولا نحب نشكر اللي عاونونا الكل واللي مدونا معناتها اعانه كبيره نعم. ما عندناش الحق باش نذكروا اساميهم واللي معناتها حتى من الزكاه معناتها فما شكون عطانا فلوس الزكاه نتاعو صحيح ونطلبوا منكم انتوما باش ديما تباشرونا وتبلغوا صوتنا حتى يكون ان سنسيبيليزاسيون باش العباد تعرف شنو تحسيس للناس تعرف شنو اللي نعملوا وهذا ياخذ معناتها احنا في الكلاب معناتها تبارك الله الكلهم طب رجال اعمال فارماسيان ايتترا عندهم معناتها الخدمه نتاعهم تتطلب منهم برشا وقت لكن مع هذا يعطيو برشا وقت من وقت الفراغ نتاعهم للجمعية وللجمعية وللناس وساعات من وقت الخدمة نتاعهم باش يمشيوا لبقايا بعاد ومعناتها باش يعطيوا بجهدهم الكل باش نوصلوا نعملوا اون اكسيون معناتها كي ترى الاكسيون في حد ذاتها ساعات تظهر ماهيش كبيرة ياسر لكن وراها خدمة كبيرة ياسر ومجهود كبير وبارك الله في اللي عاوننا الكل. يعطيك صحة شكرا ليك مدام سعيدة الشلي سي سلاح. أنا مانيش باش نعاود نفس الكلام للشكر ولكن نثمنه ونزيد نقول اللي هو الكلام اللي قالته هام ياسر كيما البارفان نكتة صغيرة تعطي برشا إفي أما اللي أحب نقول عليه هو أنه لا جورني دو لونتونت مونديال كيف ناخذوا لونتونت نسمعوا الوفاق وإحنا نعيشوا في الوفاق في بلادنا إحنا شو نقول؟ إن شاء الله فهمت أنا شو نقول؟ نقولوا إن شاء الله ربي يعطينا الوفاق حتى انه نخدموا المعاقين ونوصلوا باش نعطيو الاقل ممكن حتى انه ان 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 نعطيوهم احساس احسن في الحياه وفرحه اكبر. نعم هذه كلمه بارك الله فيك كلمات جميله ربي يوفقكم ان شاء الله في البرنامج هذايا وفي البرامج المستقبليه ان شاء الله ديما كما تعودنا من التوانسه معناها التونسي وقت اللي في مقدوره باش يمد يد المساعده ما يبخلش التونسي يتنقل كل مناطق الجمهوريه حتى يطلع على خوه التونسي ويشوف الظروف الاجتماعيه صعيبه اللي يعيش فيها ويحاول يعاون باللي عنده يعني التوانسه كيما رجل اعمال يعاون برشا المواطن العادي
يعاون حتى بشويه وريقات نقديه من الشهريه نتاعو. هذا جميل معناها انه التونسي مش لازم بوجوده فلا ساعات يجيو احنا نستدعاه باش يحمل لك الكرذونه باش يحمل لك التشير. احنا ساعات نعيطوا لصحابنا اللي هم ماهمش معنا في الجمعيه ولا اصحاب صحابنا باش وقت اللي نعملوا اون اكسيون يحضروا معنا سا بو لي سانسيبيليزي نجموا باش يشوفوا باش يتعرفوا على اماكن في البلاد اللي مش معروفه. نمشوا للمدارس ساعات مشينا في اول العام باش يحسوا وساعات يدخلوا معنا في الجمعيه جوست على خاطر خرجوا وتفرجوا خاطر ساعات ما يتخيلوش كيما كيما يشوف على عين المكان ما يتخيلوش اللي احنا شنو اللي قاعدين نعملوا يدور المكان قاعدين نجتمعوا في سهريه ولا في حاجه معناتها الوغ كو صحيح نخدموا يعني نخدموا في خدمه اللي هي تنجم تكون خدمه ابلان تام. جزيل الشكر ليك مدام سعيده شلي رئيس الجمعيه وسي سلاح الكتاري مكلف بالبرامج. نفرحوا ديما كي نلقاو برشا توينسه قاعدين يعملوا في مجهود حتى يقدموا بينا نقدموا برواحنا نقدموا القدام نحو الافضل نحو الاحسن نرتقيوا بهالاسر المحتاجه الاسر الضعيفه الاسر ذات الدخل المحدود ولا اللي ما عندهاش مورد رزق. هيت تتضافر جهودنا الكلنا التوانسه والمؤسسات والوزارات والجمعيات والمنظمات حتى نعطيو صوره افضل على التونسي. ما نخليوش تونسي مد يده نعملوا له حتى مشروع صغير والا نفتحوا له فرصه في الحياه باش يولي يعمل على روحه وحده. سعدت جدا بمصافحتكم بلقائكم. ربي يوفقكم ان شاء الله. مازلنا مواصلين مشاهدينا استراحه موسيقيه وراجعين لاجواءنا المباشره. خليكم معنا في المتابعه. مرحبا بكم مجددا وجدد التحيه لكل من التحق بنا الان في المتابعه. مازلنا مواصلين رحلتنا انطلقت تمام 9 ومواصلين ان شاء الله حتى حدود 11 صباحا باش نحكي. ومازلنا مواصلين وشادين صحيح في دعم الجمعيات اعلاميا معناها نراو انه دورنا نعريو الحقائق نبحثوا عن الحقائق ندعموا مجهود المجتمع المدني ندعموا حضور الجمعيات في كل الولايات نثمنوا اللامركزيه اللي هي شعارهم حتى ديما الهدف انهم يقدموا بتونس انهم تكون صوره تونس احلى في الداخل وخارج حدود الوطن. نستقبلوا اليوم جمعيه تونس الخيريه ممثلة في كل من عبير البلدي مسؤولة على الإعلام بالجمعية. صباح النور يا لله. مرحبا. ومعنا أيضا ياسين العبيدي يعرف كل شيء على البرامج الكل في الجمعية. هكا مرحبا بك ياسين. يا سيدي باش نحكيو على تونس الخيريه. قلنا منذ فتره انه احنا وقت اللي نستضيفوا جمعيه مش فقط نحكيو عليها مره ومن بعد ما عادش نعاودوا نستضيفوها الى الابد معناها وفيت غادي مهمتنا لا يكون فما متابعه نبقى على اتصال وتواصل دائم. برشا جمعيات ولاو اصدقائنا وين يكون فما نشاط يكلمونا الابواب ديما مفتوحه حتى يتحدثوا على اهداف الجمعيات نتاعهم على انشطتهم حتى يذكروا بارقام ايضا التواصل معاهم باش هكاك نحسوا لي احنا قاعدين بطريقه مباشره والا غير مباشره فاعلين معاهم معناها وقت اللي تصير اكسيون وتنجح نحسوا لي احنا عندنا نسبة مشاركين بها في النجاح هذاك وقت اللي تكونوا موجودين بحذينا. به نبداو بالحفلة قبل البرامج. به الحفلة برشا جمعيات يعملوا حفلات هذه نسمعوها من قبل عبير ولكن فما حفلة أجلت باش تعمل توا نجم نقولوا أنه المداخيل الحفلة هذه 100% باش يمشيوا لبلاستهم. تقولي أنت وين وإلا باش تدعموا بها الكيس نتاع الجمعيه باش نجموا انتم زاده تنشطوا تتحركوا. بالطبيعه الهدف نتاع الحفله هو من الاول كان دعم للمشاريع التنمويه للجمعيه. اي توا من خلال الكلام اللي باش يحكيه ياسين تعرفوا بالضبط اهميه هالمشاريع هذه. هذاك علاش احنا نحاولوا بطريقه او باخرى نخلقوا نشاط او حركه تخلينا تعمرنا الكيسه نتاع الجمعيه حتى ننفذوا هالمشاريع هذه. خاطر ما يكفيش انه نعتمدوا على البارتنير شركائنا الداخل ولا الخارج لكن بالعكس خلينا نحن نحبوا نحن زاد نسعى باش ندعموا هالمشاريع هذه. فالحفله في الحقيقه هي سبب مباشر جدا معناها في اقامتها وهو انه ندعموا هالمشاريع التنمويه هذه. نعم
به دونك نحكيو شويه من بعد باكثر تفاصيل على الحفله زي اللي كان من المفروض معناها باش يصير منذ مده، ولكن نظرا للاوضاع اللي ما كانتش هاديه بالمره في الفتره السابقه دونك تم تاجيل الحفله زي مع تفكير انه باش يكون فيها فنان معروف عالميا عنده فنان. اغاني خاصه به تو بعد نحكيو زيدا. مازلت متواصله حكايته حنا بال مع الحفل هذا؟ اي بطبيعه بطبيعه بيتو بعد نحكيو في التفاصيل. نمشيو لياسين اللي هو مسؤول ياسين ومدير قسم المشاريع بجمعيه تونس الخيريه. تحدثنا منذ مده ياسين مع الجمعيه، قلنا انه فما يعني قاعدين تقوموا بانشطه بالحق مهمه. تصوروا انسان ما في حالوش ما عندوش دار تقطر عليه والا الدار ماهيش مهيئه انه يسكن فيها، ما فيها حتى مرافق ضروريه، انتم تدخلوا وتبنيوا الدار. احكي لي شويه فين وصلتوا في المشاريع اللي كنا اعلن عليها منذ اشهر وحاليا منكبين على شنو تحديدا؟ يعطيك الصحة. توا في الوقت الحالي احنا عندنا بالضبط عندنا مجموعة نتاع متطوعين بداوا في القافلة الثالثة من الأمس، يعني من البارح كان مشاو للكاف بالضبط لسقيط سيدي يوسف باش يعطيهم يعني طقم كامل شتوي، معناها من ملابس وأغطية صوفية إلى غير ذلك في 5 مدارس. واليوم مشاو لزوز مدارس أخرين في باجة، هذه القافلة الثالثة. قبلها سبقوها زوز قوافل. القافلة الأولى كانت مشينا لقرية الإصلاح، هذه موجودة يعني ببنمتير في منطقة عين دراهم، وهذه قرية بصراحة يلزمنا ننوه، وهذه فرصة باش نقولوها، وأنه هذه تستحق تدخل وتدخل عاجل باعتباره أنه فما 96 عائلة تحت خط الفقر بصراحة. هذه 96 أسرة تقريبا أسرة. كل أسرة قدش فيها من فرد؟ تعرف يعني الأسرة في العائلة وخاصة في الأرياف ما بين 7 و10 و11 فرد في الكثير من الحالات. نعم. والقافلة هذه قلنا عملنا زوز قافلات، مشينا بعد القافلة الثانية اللي هي زادة مشينا لمنطقة عين دراهم وكانت مصحوبة بقافلة طبية، معناها تتضمن معناها مجموعة من الأدوية اللي عطيناها للعائلات هذه. نعم. يعني هذا في الوقت الحالي على الأقل في فصل الشتاء. لكن أنت قلت لي معناها تحدثنا على المشاريع الموسمية متاعنا ديما متواصلة. يعني من رمضان من العيد الصغير العيد الكبير الحملة البرد العودة المدرسية، في العودة المدرسية في سنة واحدة كنا قدرنا وأنه نغطيه 20,000 حقيبة مدرسية لفائدة 20 تلميذ تقريب ب16 ولاية. نعم. في المرحلة الثانية في 22 ولاية في مرحلة أولى، يعني 10,000 حقيبة في 22 ولاية ثم 10,000 حقيبة أخرى في 16 ولاية. يعني هذا يعني عمل كبير. وسمحني لو كان هذه فرصة معناها كبيرة، راه نحب نقدم أنا باسمي الخاص ونيابة عن الفريق العمل تونس الخيرية شكر للمتطوعين نتاعنا وخاصة المتطوعات اللي في ظروف أمنية ربما غير مناسبة مش سهل باش المرأة تتنقل معاكم المناطق مش معروفة ساعات وما نعرفوهاش وتكون مناطق نائية. للأسف كما كان يحكي على منطقة بنيمتير معناها عندها منطقة جميلة جدا ولكن قساوة الطبيعة غادي لا تحتمل، الفقر موجود برشا في المناطق هذيك. دونك انتم عندكم تدخلات إسعافية اللي تصير وقت اللي فما كوارث طبيعية وإلا حاجة هكا تصير على غفلة معناها الطوارئ، وعندكم تدخلات موسمية. ولكن اللي يميزكم ربما جمعية تونس الخيرية على باقي الجمعيات وذي حاجة تتميزوا بها أن بلوس بالنسبة لكم أنكم تبنيوا الديار. يعني منذ فترة تونس الخيرية كانت ضيفة بحذينا وتحدثنا على بناء المنازل، ومن بعد عرفت من عبير اللي جاي كم كبير من التليفونات وقتها كان ذكر غلطنا في الرقم، وصاحب الرقم هذاك جينا الحنبال قال تليفوني ما سكتش. نفرحوا انه الحلقه وصلت للعبيد والناس تفرجوا فيها، لكن اللي ما يفرحناش انه العدد الكبير نتاع الناس اللي هي كما قال ياسين قبيله تحت خط الفقر وتتصل بالرقم هذاك من باب الاستغاثه، معناها نداءات استغاثه يجاو هيقوا لنا دار باش تسكن عبيد، دار باش تسكن مواطن تونسي. عبير اهميه الحفلات هذه يعني شنو تنتظروا؟ مداخيل كبيرة؟ شنو كيفاش تنجموا تتحركوا إلى جانب التطوع والناس اللي تجي وتحب تتبرع وتتطوع حتى بالمجهود الجسدي؟ المشاريع أو الحفلات هذه تدخل برشا فلوس تنجم تعاونكم حقيقة؟
في الحقيقة مش معناها المدخول الحقيقي للحفلة مش هو هكا مش فقط البيي اللي تشري تيكي هذيك تشري نتاع الدخول، بالعكس احنا الحفلة هذه نلفتوا بها انتباه الناس، لأنه جمعية كتونس الخيرية قاعدة تراهن على بعض المشاريع اللي هي بناء تبني في المجتمع، قاعدة تغيث البعض بالناس اللي معناها بالحق ما بارفوا يكلمك ما عنديش خبزه، ما عنديش شربه ماء، تخيل انت حتى الماء توا ولا ما فما بلايص، ما عندناش ماء صالح للشرب. ليه وشفناهم في حنا بعد تعدي وذوما معناها زميلنا عماد تنقل برشا مناطق وشفنا بالكاميرا ما يتشربش. اكزاكتومون. دونك في الحقيقه حتى نرجعوا انه ما نتصوروش، صدقوني ما نتصوروش انه قيمه اللي بيي اللي باش يشريوهم هالتيكيم تاع الدخول هما في الحقيقة باش يسدوا هالدخل ذي الكل. هما والناس اللي تسمع فينا اللي يحبوا يضامنوا مع تونس الخيرية كشركاء، ناس خاصين أو مؤسسات، مرحبا بهم حتى يجيوا لتونس الخيرية يلبيوا نداء الناس اللي تستغيث، الناس اللي تحت خط الفقر، الناس اللي نحن نحبوا نمدوا يدينا ليهم. فهو في الحقيقة هالحفلة هذية مليها إلا معناها باب كبير، نحن نجم كنا نتلموا في دار واحدة، دار تونس الخيرية. اللي عنده برشا فلوس يجي. واللي نجم بدينار زد، معناها ما هوش عبير. الحفلة ذي اللي بش يصير بش يكون بمشاركة قناة حنبال، وإحنا معناها ديما موجودين وين فما حاجة بش تصير باش من خلالها نجموا نعاونوا التونسي ولا 100 تونسي ولا 1000 تونسي ولا مليون تونسي، احنا موجودين باش نقولوا احنا هوني واحنا معاكم. الحفله هذيا كيفاش باش تنقل على الحفله؟ نذكروا جينا لهنا تحدثنا عليها وتم تاجيلها للظروف اللي نعرفوها ناس كل اللي مرت بها تونس مؤخرا. الله لا يعيدها ان شاء الله علينا. اسبيرون. المهم أهم حاجة أنه تم تعيين الموعد الجديد للحفلة اللي هو إن شاء الله باش يكون 2 مارس. 2 مارس موعد الجديد. الفنانين هما نفسهم، ذكرنا اللي هما نفسهم، ماهر زين الفنان اللبناني سويدي، لبناني الأصل سويدي المنشأ. الفنان هذا راهو معروف العالم. عالميا، حتى انه الليفان نتاعو كل على معناها عربيا وعالميا يبعثونا يقولنا انتم محظوظين جدا بتواجد هالفنان هذايا في تونس ومعاكم. زاد ما نساوش الفنان مسعود كرتيس، هذا مسعود جاي في الفتره لبنيدي وجاي حضر للفتره اللي كانت فيها اللي تم تاجيل فيها الحفل، معناها جاي حضر على شايف تونس باش قاعده تمر. فبالعكس ما زادوا كان اصرار على انه يزيد يعاود يجي، ما نفروش. بالعكس ما نفرش، بالعكس باش يتواصل في الحفله. مسعود كرتيس نذكر اللي هو مقدوني الاصل. يشتغل في بريطانيا. معناها في الفنانين الزوز ننتظروا منهم الكثير. وننتظروا فمش اصوات تونسيه على الحقيقة جنسيه اجنبيه، هو مش هو لانهم هما بادروا انه هما يحبوا اتصلوا مباشره، علاش لا نحاولوا نمدوا يدينا لتونس الخيريه وبالتالي لتونس باش نجيو نقوموا بهالحفل هذايا، نظرا للطلب المتوافد عليهم هما غادي. والله عبير نفرحوا كي نلقاو فما فنانين اجانب مش فقط يقولوا لنا على السلامه وقت كرتاج باش يهزوا الدولارات ويروحوا. نفرحوا كي يكونوا فما اصوات اجنبيه تحب تحضر في مرحلة حساسة جدا تمر بها تونس باش تساهم في جمع أموال لعائلات معوزة، لعائلات فقيرة بمختلف الجهات. نحب نمشي لياسين. فما سؤال ديما نسأله الجمعيات، أنا على خاطر بيودنا نعرفوا وين يستفحل الفقر تحديدا حتى نقتلعوا من جذوره. النقاط السوداء كي نحطوا خريطة تونس، النقاط السوداء وين موجودة؟ أنا هي البلايس الأكثر فقر، وإن شاء الله ما تقوليش كل الولايات.
انت قلت لي ان شاء الله ما تدخليش كل الولايات، لكن للاسف باش نقول لك الفقر موجود في كل الولايات، لكن 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 على الاقل ربما ينقص شويه في المناطق الساحليه، ربما ينقص شويه نسبيا، لكن موجود معناها بكثره في المناطق الداخليه، في الشمال الغربي، في الجنوب التونسي، في الوسط التونسي، يعني تقريبا الفقر للاسف موجود موجود. ولو كان احنا لانه ميدانيين، العمل نتاعنا ميداني، واحنا نكونوا متواجدين يعني على عين المكان، وعنا الحاجه الباهيه اللي خلات جمعيتنا معناها تكون موجوده وتكون سباقه في العمل الخيري هذا، وانه العمل الخيري يقوموا به فيس تو فيس، يعني مقابله وجه لوجه، فنعاين ونشخصوا الحالات ونشوفوا. وقد ما تتصور يعني حجم الفقر، وقت اللي تشوف الواقع تقول ما ناش في تونس للاسف، للاسف الشديد. هذا علاش نقولوا راهو التدخل العاجل يلزم يكون موجود. هو نفتح قوس، سامحني قبيلك ذكرت انا تحدثت على القريه هذه في بنتيله اللي هي اسمها قريه الاصلاح. نعم، قريه الاصلاح هي والله اجابه على سؤالك، انت قلت فما تونس الخيريه ربما وين وصلت في تهيئه وتحسين المساكن وكل شيء. في الوقت الحالي فما مساعي حثيثه من جمعيه تونس الخيريه بشركائنا اخرين، ان شاء الله يجي وقتنا، يجي وقت وتتحين الفرصه وانه نعرفوا بهم، فما مساعي حثيثه وانه باش يكون فما تدخل يعني ثقل كبير في هالقريه هذه. لكن في الوقت الحالي ما نجمش نقول اكثر من هكايا، حتى لين ان شاء الله ربي يوفقنا ونكون التدخل نتاعنا في وقته وفي بلاصته، ونكونوا ان شاء الله تكون حنا باعل تاخذ السكوب هذايا ان شاء الله. احنا ربي يوفقنا ونكونوا معاكم زيدا، ونعاونوا باللي نجموا، نعاونوكم اعلاميا، نكون عنا همزه توصل بين الناس اللي تحب تعمل الخير. احنا زيدا نحبوا نعملوا الخير، وبينكم انتم اللي تحبوا تعملوا الخير، معناها يلمنا محبه الخير للناس ومحبه الخير لتونس في نهايه الامر. به عبير، احكينا على الحفل هذايا اللي باش يكون فيه اكثر من صوت زايده، شنو الحاجات الاخرى اللي تخليكم تنجموا تلموا بها فلوس؟ ومانيش ناسين باش نذكروا بالرقم نتاعكم، على خاطر معناها برشا برشا ناس يحبوا يتصلوا بجمعيه تونس الخيريه. في الحقيقه نحب نرجع شويه للحفل، سامحني ايمان، اي باش الناس على الاقل خلي يسمعوا، مادام حنا باع الناس كل تشوفها صباح، قولوا راهو الناس اللي خذات لي بيي نتاعهم مازالوا صالحين، معناها مرحبا بهم يجيوا يحضروا باللي بيي هذوك، معناها يدخلوا راهم صالحين، فما حتى مشكله. حاجه اخرى، اللي يحب يشري اللي تيكي نتاعو راهم موجودين في مقر الجمعيه. بالمناسبه مره واحده نقول على الدريس نتاعنا والهاتف، 61 شارع ألان سافاري، بحذا وزارة الفلاحة بالضبط. الهاتف تغلط في الرقم التليفون المرة هذية، نخطيك عبير، على خاطر المرة اللي فاتت صار تشابه في الارقام وقلقنا مواطن تونسي، معناها كما قلنا قبل يا نعتذروا، اما هكا على الاقل تهاطلت المكالمات على الراجل مسكين وتقلق. دونك عبير احنا نعتذروا منه رسميا، لكن نحس نقدروا تضامنك واحساسك وتضامنك مع تونس الخيريه بطريقه غير مباشره. فالرقم 28 اي ياسين 391000 هذا هي الرقم الهاتف اللي الناس كل تنجم تتصل به. 28 فوالا ربي، ذي هكا صارت الغلطة المرة اللي فاتت. دونك 28 391 3 أصفار، نعاودوا 28 391 صفر صفر صفر. فوالا باش ما نغلطوش، خاطر المرة اللي فاتت صارت كتبنا 1000 وكتبنا 10000، دونك باش نصلحوا 391 في الاخر 3 اصفار، وفي بدايه الرقم 28 اكيد بيواصل. هذا بالنسبه للهاتف. بالنسبه ممكن زاد اذا في عندهم استفسار او الى غير ذلك نجموا يتصلوا به في اي حاجه على التليفون هذا، مفتوح الاستفسارات للحجز لكل شيء، معناها اللي يحب يتواصل مع جمعيه تونس الخيريه. حاجه اخرى، فما نقاط بيع اخرى ممكن تسهل المواطنين، فما في قاعه السينما بالكوليزي، فما في قصر رياضة بالمنزه، هذوما نقاط البيع. ليبيي باش نعلن، سامحني باش نعلن على الاسعار نتاعهم مره واحده، 10 دينارات مدارج، 20 دينار كراسي. باهي،
داكوردو. ياسين اعطيني فكره ان شاء الله بعد الحفل هذا اذا كان صارت مداخيل كما تنتظروها يعني في المستوى المنتظر حتى تحققوا به البعض من اهدافكم ومشاريعكم المستقبليه، تونس الخيريه شنو باش تعمل من بعد؟ هو ساعه تدعيما للكلام اللي كنت تقولوه، معناها انت وعبير زاد راهو حتى للتبرع عندنا معناها رقم بريد اللي هو 391 000. نفس ولا يعني رقم التليفون هو نفسه بالضبط. رقم بالضبط. التبرع في البوسطة سهل برشا. احنا راهو في كل مره كنا نوسعوا المجالات نتاع العمل نتاعنا باعتبار وانه في كل مره نقوموا بشراكات مع الجهات المحليه والجهات الوطنيه وخاصه الوزارات. الوزارات هذوما على سبيل المثال كما وزاره شؤون المراه والاسره تفيدنا احصائيات معينه حول العائلات المعوزه اللي تستحق يعني التدخل الى غير ذلك. في ان شاء الله لو كان فما مداخيل وخاصه في العمل في الحفل هذايا ربما فما نسبه لها الاحتياج اللي موجود توا، ان شاء الله نحاولوا باش نعملوا له ساتيسفاكسيون تاعو، معناها ان شاء الله نحاولوا باش بردي انا جوست معناها مساج لوزاره المراه ولا وزاره الصحه ولا وزاره الشؤون الاجتماعيه، بربي كي تجيكم جمعيه ولا منظمه يطلبوا منكم رقم مش لازم تعطيهم الرقم باش تسكتوهم، على خاطر الارقام اللي موجوده الكل ماهيش محاينه، معناها ارقام قديمه ومع ذلك قاعدين تخرجوا فيها، معناها كيفاش باش تنجموا تفيدوا الجمعيات والمنظمات بارقام مغلوطه؟ فالرجاء كي عندكم رقم ماهوش محاين ما تعطيهوش حتى لين يصير احصاء صحيح مساج قوس وسكرناه به. عبير نخلي لك كلمة الختام لك أنت ونرجع لياسين زاد في كلمة الختام. أنا باقي باش نحكي على الحفل لأنه البرنامج القريب جدا اللي احنا نستعدوا له كل شيء، ماذا بينا الناس الكل نحاولوا نعاونوا بطريقة أو بأخرى، حتى وكان احنا ما نحبوش ماهر الزين ومسعود كورتيس بيسالش تكتشفوا راهم باهيين وتفرجوا على السبوت اللي تتعدى في تونس في حنا بعل. زاد سامحني باش نقول فما عنا سبوت زاد راديوفونيك في شمس اف ام، زاد نحييو باش تعدى تخلص باش تعدى تخلص من بعد لا لا بالتفقير يا عبير اقعد راهي اذا اسمعك دونك بالحق لانه الحفل هذايا مش بالضروره باش نمشي ونعملوا جو ونسمعوا الاغاني باش نشطحوا مع الفنان ونروحوا لي، فما اهم واعمق من هكا انه احنا التذكره اللي باش نقصوها سواء ب 10,000 ولا 15,000 باش نعاونوا بها ناس ربما ما يلقاوش فراشيه في الشتاء، ناس سقف البيت يقطر عليهم في هالبرد هذايا، دونك نتضامنوا مع التوانسه مع اولاد بلادنا مع اخواتنا في الوطن. ياسين انا من في الكلمه الختام من نجم نقول كانوا انه فما راهو ايتام بتونس في حاجه وانه شكون يكفلهم. نعم. تونس الخيريه عنا اداره الكفالات اللي هي تعنى بكفاله الايتام بكفاله الاسر المعوزه، ف معناها نوجه الدعوه للتوانسه اصحاب الخير اصحاب القلوب الكبيره المعطائين انهم راهو فما فرصه وانه يكفلوا يتيم او يكفلوا اسره او يكفلوا طالب علم الطلبه اللي موجودين في تونس. نعم. اللي ما عندهمش فلوس باش يركبوا الى غير ذلك وحالات. نعم. كبيره تجي فمرحبا بك. فما جوست قوس باش نفتحوا عبير باش ما يصيرش عليكم ضغط زايده يصير سوء تفاهم والا ما يكونش مصداقيه كبيره مع الناس المحتاجه، هل انه كل انسان يتصل بكم يقول لكم انا داري باش تطيح عليا وما عنديش عشاء ليله تجيو تبنيوا له داره، والا يلزم انتم يكون فما تنسيق مع وزاره الشؤون الاجتماعيه بدايه ويلزم يكون عنده ملف معناها زارته المرشده وزارته وزاره الشؤون الاجتماعيه وتاكدت من الوضعيه نتاعو، احكي لي بايجاز. هذا هو اللي كنت تحكي فيه انت، معناها احنا بصراحه حاضره انت حاضره بطبيعتك بالقلب. المهم الاهم حاجه انه احنا لازم الناس اللي تسمع فينا واللي محتاجه يكونوا صبورين زاده شويه، راهو نكونوا في وضعيه ونحب ونحلموا باش هالوضعيه هذه في ساعه تتحقق، راهو زاده ما يجي معناه خلينا شويه عقلانيين واقعيين، نحن نعاونوا مرحبا بهم، هذا مش معناه تونس خيريه بالعكس احنا نحبوا نسمعوهم بلكش نهونوا عليهم حتى بالكلام ندلوهم كيفاش شكون يتوجه باش اللي حاجتهم به ماهوش بالضروره في تونس الخيريه، يكون في جمعيه أخرى او في هيكل حكومي اخر. في كلمه بناء المساكن كيفاش يتم؟ كيفاش نوصل في الاخر فلان العائله الفلانيه بدينا لها مسكن؟ يزموا يتعدى كيفاش؟
يتعدى بقسم المشاريع اللي هو مسؤول عليه سيسي. رميت لك الكرة يا سي. سهل برشا، سهل برشا باش نجاوبوا بعجاله معناها برقيا، وانه راهو الحالات الخاصه لو كان في كل مره ناخذوا حاله خاصه ونعالجوها، حاله خاصه ونعالجوها، رانا ما نخلطوش، احنا نخدموا مشروع، والمشروع هذا ما يتم الا ما ناخذوا الدعم من عند شركائنا اللي نتعاملوا معاه. يعني ما نجموش راهو نجمعوا اي ملفات في انتظار اهل الخير ان شاء الله يدعمونا ماديا، معناها يدعموا جمعيه تونس الخيريه ماديا. جزيل الشكر ليك، شكرا لكم الاثنين، سعدت بمصافحتكم. عبير البلدي مسؤول على الاعلام بجمعيه تونس الخيريه، وياسين العبيدي مدير قسم المشاريع بجمعيه تونس الخيريه. ان شاء الله ربي يوفقكم ديما في فعل الخير، ونذكر بالرقم 28391000 اتصال بجمعية تونس الخيرية لمادة المساعدة أو لنداء الاستغاثة، وأيضا لحجز للحفل اللي بيكون 2 مارس بمشاركة قناة حنبعل إن شاء الله. مازلنا مواصلين مشاهدينا كاخت بوستال، ونعود لمواصلة استقبال ضيوفنا، خليكم معنا، رجعين بعد شوية. أحد أبواب مدينة تونس العتيقة، يقع قرب حي الحلفاوينة. عرف الحي هذا خلال الفترة الاستعمارية بانخراطه في حركة النضال الوطني، إذ انتصبت فيه مكاتب الزعماء كما الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف والمنجي سليم وغيرهم. معالم هامة من بينها زاوية سيدي محرز وجامع محمد باهية، واللي تعرف في تونس بجامع سيدي محرز نسبة لاسم الزاوية هذية واللي انتسبت قبيلته. المعلم هذا بدأ تجديده عام 1692 وكان على يد محمد باهية، ووصلوا من بعده خوه رمضان باهية. المعلم ما اكتملش البرنامج المقرر واللي استوحى من الجوامع المرادية اللي سبقته كما جامع يوسف داي وجامع حمودة باشا، ما اكتملش على خاطر موت محمد باهية ومقتل رمضان باهية. باب السويقة العديد من المظاهرات في فترات مختلفة، كما كان يشهد نشاط ثقافي متميز. وكان في حي باب السويقة عدة مقاهي كما مقهى جماعة تحت السور. المقهى هذا أنجب أهم رموز الفن والثقافة التونسية خلال فترة الأربعينات والخمسينات في القرن العشرين، هذاك علاش كانوا يقولوا عليه المقهى الثقافي. يا
رجعنا للبلاتو، رجعنا لدبرت اليوم مع الشيف محمد مزاكي حتى نشوفوه في نوصل سورتو الصوص اللي حكي لنا عليها قبيله شويه. وانا عندي غمارك قبل ما نمشي للصوص، الغمارك نتاعي سلطه مقصوصه خشينا شويه مثلا نتاع طفلة مازالت ماهيش حافقة، معناها تقصت ما تنقصش حاجة. علاش نقولوا احنا ديما لازم هذيك المعادلة، قلنا المعادلة لازم نوفقوا نفرح كل شيء كسكينة. اي فما حتى مشكلة، حتى انا ان شاء الله نكون عندي جواب باش نقنعك. جاوب يا قلت لك بالنسبة للسلطة باش ناخذوا فيها وقت برشا، نقصها جويدة أو نقصها، احنا عندنا اختيار بالنسبة للاختيار نتاعنا. وحتى منين نقصوها نعرفوها منين نقصوها جويدة، يعني ذوك الألياف هذا بدك تضيع عليها الكل. باش نحامي عليك أنا توا. صحيا وقال انه الخضر كي تتقص خشينه تكون خير، ما تفقدش برشا من الالياف نتاعها من عناصرها الغذائيه، دونك تستحفظ اكثر هكاك. صحيح ولا ما يذيعش في الهواء معناها. نتعداو للصوص نتاعنا اللي قلنا حاجه سبيسيال شويه اليوم بالنسبه لتفيح السلاطه. نشوفوا في لون مزيان، دونك نذكروا شنو فيه الخليط هذا الكل. بالنسبه للصوص ولا بالنسبه للسلطه؟ الصوص. بالنسبه للصوص، بالنسبه للصوص عملنا خدينا قلنا مغرفه تاع مغرفه موتارد، خدينا مع ياغورت اللي هو ناتشورال، خدينا مع الحبق اللي هو البازيليك فري، خدينا شويه زيت زيتونه وطبيعه الحال عصره قارص هكا صغيره باش نعطيو بها لوغو، اللي هي ما فواحش معطيها لا فيها لا ملح لا فلفل اكحل، يعني تبقى فيها الموتارد نعرفوا انه اللوغو نتاعو سبيسيال. الزيت والقارص طبيعه الحال اللي هو حاجه طبيعيه، يعني حتى الصوص يعني مفيده 100%. حافظنا على المطعم الاساسي نتاع كل المكونات، ما زدنا حتى شيء باش نغطيو مطعم حاجه على حاجه على حاجه اخرى. الطبق الرئيسي نتاعنا ديما مزاكي، كل ما يكون عندنا لحوم حمراء والا سمك والا دجاج تخليهم تقول لي يطيبوا لبرا قبل ما يطيبوا في الكوشه. عملت ال لي تروا زيليمون تاع الباني، يعني عملت الفرينه، عملت العظام، وعملت الشابلو. الشابلو قلت لك انا فوحته كيفاش الطريقه اللي فوحته، بكليل وزعتر، ولينا الاختيار، يعني نعرفوا احنا الشابلور كيفاش كل واحد كيفاش ينجم يقدموا، كي اللي ياخذوا حاضر يزيد يفوحوا او اللي يخدموا حتى في الدار. عندنا اختيار بالنسبه للشابلور، يا اما نعملوا لو بان نوار يا اما البان بلون، يعني كل واحد الاختيار تاعو. خليته يفوح من بعد باش نقليه او لا نحطه في الكوشه، يعني عندنا الاختيار طبيعه الحال. نجموا نعملوها كيكا بعد تحط في الكوشه يخرج بنينه. طبيعه الحال يطيب في الكوشه. دونك اللي ما يحبش المقلي نجموا يعملوه في الكوشه. قداش مهم برشا راهو مزاكي نعطيو قداش درجه سورتو التوقيت. هو بالنسبه للدرجات انا بالنسبه للفرن لا الكوش نعرفوا تاع الدار راه مش هي اللي بروفيسيونيل وهذا اللي كتجيك يعطيك لا تمبيراتور اللي هي اكزاكت، مي نعرفوا احنا اللحم بالنسبه للكاتو نجموا نقولوا قداش 10 دقائق 5 دقائق، اما بالنسبه للحم يعني على حسب ليبيسور تاع القصه تاع اللي قصيناها وعلى حسب هذا نجموا نعرفوا. جيده برشا ونطيبوها اكثر من لازم تنجم تشيح وتغمق. تشيح وتغمق وتجي كيف الاستيك ما تنجمش شويه وكي تبدا خشينه شويه. ولا خشينه ولا نحن نعرفوا نجموا نعرفوا. اما على العموم على العموم هي ما تاخذش اكثر من اربع ساعات. تاخذش اكثر من اربع ساعات. نتعداو للديسير نتاعنا. الديسير بالنسبه للديسير نتاعنا قلنا حاجه اللي هي سهله، حتى الطريقه عملتها اللي هي طريقه سهله حتى تاع الدار، ما عملتش حاجه اللي هي صعيبه باش نكومبلي بيك لي شوز. خدينا بطبيعه الحال خدينا 100 غرام اللي هي تاع 200 غرام بليتو تاع زبده، 200 غرام زبده على 200 غرام تاع 200 غرام سكر على 250 غرام فرينه. لا فما فما فما، اما 250 ديما الفرينه ازيد من السكر ومن الزبده. 250 غرام على 5 كعبات تاع عظم. المعجون طبيعه الحال على حسب الذوق نتاعنا. خدمنا الزبده والسكر مليح، خدينا حتى يجي تبدا لنا الليكيد هو ابيض، ومن بعد نصبوا الفرينه تخلط والعظمه بوحده بوحده حتى تكون المكونات. العظمه ما نحلوش 5 كعبات مع بعضهم. لا وحده وحده بالوحده بالوحده. علاش بالوحده؟ باش كل وحده ما تطيحش. هذه الجمله نتاعك باش ما تطيحش، وحتى المكونات باش تدخل بعضها
يعني باش تدخل المكونات تكمل مع بعضها. من بعد نحطوها في الكوشر مدة 10 دقائق في أي يا إما ريكتونجولار يا إما في الرو على حسب المول اللي عندنا. ومن بعد حليتها على زوز وعملت المعجون كما كتشوفوا. احنا اليوم اخترنا معجون فخيز. الفخيز نجمو نعملو القروسية تقريبا الطبيعية نتاع الفخيز. دونك اللي مش مغروم برشا بالفخيز نجم يختار أي نوع من أنواع أخرين نتاع المعجون. حاجة سهلة برشا وبيان سور نجمو بعد نتفلسفوا شوية وتولي لنا خبزة جاتو صغيرة مزيانة تحفنا شوية. ولا نجمو نعملو أي حاجة. خليتها طبيعة الحال باش نحطوها في الفنجان تاعنا باش تزيد تطرى لأنها باش تجي شوية كاسها. أما باش تجي تطرى من بعد باش نغطيوها من الفوق شوكولا ولا لا؟ أنا خليتها باش نخليها ناتشوغيل على طبيعتها هكايا. ونجمو نتفلسفوا فيها كيما نحبوا يا إما سكر كلاص يا إما شوكولاتة كل واحد والاختيار نتاعو. معناها احنا اليوم معطينيهم الباز نتاع الجاتو وهما يزينوا من الفوق باللي يحبوا المشاهدات شوكولا ولا ولا سكر كلاص ولا كريم ولا حتى طرف تاع زوزه من الفوق ولا جنجلان يعني كل واحد يعطيك الصحه يا سيدي. دونك عملنا طلع على مزاكي شفناه في نوصل عطيناكم اكثر تفاصيل على الاطباق الثلاثه اكيد باش نرجعوا من بعد كان فما استوس يقول لنا عليها. نحب نسال سؤال قبل ما نمشي طماطم وولد القمره وشامبينيون الى اخره كي نحطوهم مع بعضهم مزاكي نقولوا احنا مثلا باش نعملوا سلطه صباح وباش نقدموها نصف نهار والا في العشاء علمتنا انه نخليو الطماطم وحدها وكل شيء وحده كل خضره وحدها باش ما تسيبش الماء نتاعها ما تتبلش. نجمو نخلطوا ونعملوا عصره قارص تقعد فريشكه اي ولا نجم يكون حل سورتو بالنسبه لهذه ملاحظه مهمه سورتو بالنسبه للناس اللي ما يحبوش السلطه اللي كروكون. انا فما من الناس برشا يحبوا زبله شويه وفما اللي يحبوها وفما اللي يحبها حبه دبله. الوغ نعملوا لها عصره قارص ونخليوها لمده ساعتين ساعه ونص يعني على حسب تطرى شويه او نقصوها كل حاجه على حيده ما نحطوش فيها ما نفوحوهاش ومن بعد نخلطوها من بعد ونعملوا لها الصوص نتاعنا كيما نحبوا. يعطيك الصحه يا سيدي. مازلنا مواصلين بعد شويه فقره التغذيه قبل هذايا نغم ولا نعاوده. نوصلوا لفقرة التغذية مع بعضنا ونحاولوا في كل مرة ناخذوا نصائح عملية نصائح تفيدنا اللي تخلينا ديما نكونوا في صحة جيدة حتى وقت اللي ساعات نفلتوا شوية هكا من النظام الغذائي المعتدل والنظام الغذائي المنصوح به. لازم هكا حاجة ماهيش صحية أما ديما ضميرنا يأنبنا بعد ما نعملوا تبلبيزة مدام فاطمة لازم ضميرنا يأنبنا ونرجعوا نحاولوا نشدوا ثنية صحيحة في الماكلة وفي أوقات الماكلة من أول جديد. حاضرة معانا كيما كل جمعة مدام فاطمة بن حفصة أخصائية عليا في التغذية واليوم باش نحكيو على التوازن الغذائي. حكينا منذ أسابيع على الشربة كيفاش نجم تدفينا شنو الفوائد اللي فيها الخضر اللحوم إلى غير ذلك. في الشتاء برشا ناس ما تحب كاين حاجات سخونه الماكله سخونه الجيري فوالا الشوربه الى غير ذلك ونبعدوا شويه على الغليل الطازجه نبعدوا شويه على البرقدين الكعبه البرقدين ونعملوه عصير ونفقدوا بعض العناصر الغذائيه نبعدوا شويه زيدا على السلاطه وكانه السلاطه احنا من ميولوا لها كان في الصيف قلت السلاطه بارده بربي ان شاء الله تحت سبيله بالماء البارد نبخه علينا باش ناكلها. دونك اليوم باش نحكيو على أهمية السلطة الخضراء وأهمية الخضار بصفة عامة والغلال في فصل الشتاء تحديدا وساعات قاعدين نمرضوا نبرا ونعود نمرضوا نعم مدام فاطمة. نعم نعم بارك الله فيك على اقتراحنا هالموضوع هذا على خاطر لابد من إعطاء كل الميزات نتاع هالخضر وهالغلال الموسمية وخاصة في فصل الشتاء على خاطر عنا كنزلة البرد عنا شوية هكا توعك صحي مش كان الحربوشة من الصيدلية هي اللي باش تخليني نفوت هالأزمة البردية هذية ولكن عنا زادة عناصر غذائية دقيقة معناتها عناصر غذائية ضد التأكسد هذوما الكل مين باش نلقاهم على حالهم طبيعيا باش نلقاهم فك الخضرة النية كما ذكرت سيادتك أختي مين وك الخضرة النية الحية كما نشوفوا الخس اللي حضروا مزاكي الخس أخضر ناصع
فيوح جديد يتقرمش، الخس الطماطم والدلقمرة البسباس هذوما الكل، حتى كعبة البيتراف الحمراء السفليريا البرتقالية، هذوما الكل باش يعطيونا قوة دفاعية للجسد حتى نفوتوا أكل أزمة البردية، وقت اللي نعرفوا نوضبوا صحن السلاطة الني اللي باش نبدأ به فطوري اللي باش نبدأ به العشاء نتاعي، وحفاظا على أوقات وتوزيع الوجبات، على خاطر أنا يلزم نحط في بالي 7-7:30 العائلة موجودة حول مائدة الإفطار، وهذيك الفرصة باش يتلموا أفراد العائلة ويتعشوا مع بعضهم. ربما الأم تتأخر عنا خاطر أشغال أخرى خارج البيت، ربما الأب يتأخر، ولكن لا بد باش تكون هك اللمة العائلية على الأقل نحافظوا بها، حتى الأفراد متاع العائلة تبدأ العشاء متاعها الكلها مع أكسحن السلاطة الني الحي اللي يتقرمش. ما نخافوش منها خاطر باردة، ولا على خاطرها معناتها ما تضفيشك الحرارة تاع صحفة الشربة ولا صحفة الفريك ولا صحفة معناتها البرودو ولا الحسو، هذوما الكل راهم معناتها عناصر معناتها لابد منهم يتوجدوا في الوجبة متاع الفطور وإلا في الوجبة نتاع العشاء. مدام فاطمة تو مثلا بما أنو حكينا عصرة اللي حضرها مزاكي، نعم القارس عصرة القارس، ثم الناس يقول لك يعصروا قارس ما يعرفوش علاش، يا إما خاطر يحب مطعم القارس، نعم، وإلا خاطر تعود أنه سلطة تفوح هكاكا. صحيح. هيت نحكي وأحنا تو من باب التغذية صحية، نعم، لكن العصرة هذيك شنو هو الفوائد اللي فيها وشنو تعمل السلطة؟ أحنا كيف نحطوا مثلا كرم مخبي في الثلاجة من غير حتى واقي، مش نرجعوا له بعد 1.5 ساعة خاطر انا نظفتها مليح مليح تحت السبالة السائلة الجارية، نفختها شللتها وحطيتها في الكسكيس تستقطر، هبطتك القطرات بتاع الماء الزايدة، ولكن ما راحش وعندك زيدة ملحوظة خارقة للعادة، وقت اللي تقول ما نقصش السلاطة طريفات طريفات، ما نقص السلاطة كان من بعد ما نغسلها، باش هك التقطيعات متاع ورقة الليتو ولا كعبة الطماطم ولا القطاع متاع البسبيس وإلا المعدنوس إلى آخره ولا البصل، هذايا الكل يخلي عنا ضياع، ضياع متاع أملاح معدنية، ضياع متاع عناصر غذائية دقيقة اللي باش تمشي فك الماء، اللي باش تمشي في الصحفة، وخاصة اللي عنا أطفالنا في بعض الأحيان وحتى الكبار لا إيمان كي تبدأ عنده شوية هكا الماء متاع السلاطة ما يهزوش ما ياكلوش، وهي الكل الفايدة حصلت فيك الصوص اللي عملها مزاكي ولا اللي عملتها أمك ولا اللي عملها خالتك إلى آخره، الجو الماء الحاصل متاع صحن السلاطة تشربوا تاكلوا حتى بقديمة الخبز ما تفرطش فيه، خاطر الكل منافع غذائية دقيقة. نرجع لك العصرة القارص هذيك، نعم، باش تخلي العناصر اللي باش تأكسد معناتها الأكسجين، الهواء اللي موجود في الثلاجة، الهواء اللي موجود خارج الثلاجة، ولكن الإناء مغطي. من غير قارص باش تلقى السلاطة ذابلة، من غير قارص باش تلقى ورقة الليتو ورقة الخس، باش تلقى الطريف متاع البسباس أحمر، هذيك هي التأكسد. ولكن نلاحظوا بالقديه وقت اللي أنا نحب العناصر الغذائية الدقيقة داخل الجسد، راهو كيما يصير لك ورقة الليتو ولك كعبة البسباس تحمر وتذبل كيما الخلية اللي ما عطيتهاش الحاجية اللي باش تستحفظ بها على روحها باش تقعد ديما ناضجة. مدام فاطمة، نعم، الخضر شنو تنجم تعطي للجسم، نعم، لمقاومة ولا للدفاع عن نفسها مع انخفاض درجة الحرارة، برودة، نعم، الطقس، التغيرات المناخية، شنو تنجم تعطينا؟ باش تعطينا الفيتامين سي اللي موجودة فيك العصرة قارص، باش تعطينا الفيتامين ا اللي موجوده فيك السفنيريا، فيك اللون الاخضر نتاع العصي وحكينا عليها الاسبوع الفارط، العصي نتاع البصل
ما تلوحوش، الطرفين نتاع البسباس ما تلوحوش، الكلوروفيل هذيك كيف احنا نستغلوها في الماكله نتاعنا باش تزيدنا حاجات خارقه للعاده للدم للكويرات الحمر، يعني حتى من الانيميا، والانيميا نعرفوها تويكا ولينا نعرفو في الحصه هذه، اللي الانيميا تعطينا الفشله، اللي الانيميا تعطيني قله الشهيه. هذه انيميا موجهه للخليج شويه، فقر الدم تقصد مدام فاطمه؟ ما عندنا اولادنا غاديك يعيشوا فلا نبداو بكلمة تونسية وبعد ليه نتخلخجو. ليه قولك فيها؟ لطف علينا هذه بين قوسين. إذا الفقر الدم هذايا اللي باش تخلي كيف أنا ما ناخوش كعبة البتراف الحمراء اللي طابت في شوية ماء مع شوية سفنيرية نية حية، ما عندها البيتراف ما نجمش ناكلها نية، وهذيك علاش نطيبها، ولكن المنافع نتاع البيتراف الحمراء يلزم ندرجها في السلايط نتاعي هي والجلبينة الطايبة، هي والسفنيرية الحية، ما عندها نخلط ما بين خضرة نية وخضرة طايبة وتعطيني المزيج ما بين خضر نية خضر طايبة والفوائد يحصلوا داخل الجسد. مدام فاطمة، نعرفوا أنه الجسم ما يخزنش الفيتامين سي. نعم، معناها يلزمك ديما تعطيه بالطبيعة، لأنه الكمية اللي باش تعطيه له باش تمشي من بعد، مانيش نقعدوا معناش ميموار معناها في الجسم تاع فيتامين سي تاع الجمعة اللي فاتت. نعم. هل أنه في الخضر فما بعض الأنواع اللي يلزم ناكلوها ديما باستمرار في الفصل هذايا باش نربحوا بها فايده للبدن؟ بالطبيعه بالطبيعه، هي كلها توازن غذائي على يوم كامل. نعم. على توزيع الوجبات، فطور الصباح ونجم ندرج فيه كعبة طماطم، فطور الصباح ونجم ندرج فيه ربع بسباس، نجم ندرج فيه كعيبه برقدين، شطر تفاحه، ربع انزاصه، ثم عندي طبق السلطه اللي باش ناخذه في القايله ويتعاود في القايله يعني في الغداء، ويتعاود داك طبق السلطه هذاك الخضره النيه يتعاود في العشاء. اذا انا نحاول سؤالي جست، هل انه في الخضر فما نوع تخزين ما يتخزنش ويزمنا ناكلو منه برشا؟ ما يتخزنش ما يتخزنش، على خاطر البدن عنده حاجياته من الفيتامين سي مثلا 70 ميلي جرام في اليوم، اذا هو باش ياخذ 300 ميلي جرام في اليوم باش ياخذ حاجياته والبقيه يستغنى عليها. نعم. تمشي تمشي. نعم. في الواحد معناتها على كل حال في البوق سامحوني فوالا، يعني بالنسبه ليا انا راهو الحاجيات يوميه. نعم. وتتعاود. نعم. مش ناكل نتاع ثلاث ايام ونتكى اربع ايام، لا، الحاجيات تتعاود يوميا، ما قريناش حاجيات نتاع اسبوع ولا ثلاثه شهور، وذاك علاش عندنا المشكله نتاع انسان يبدا ياكل اكثر من جرم، يرغب يرغب، ليه؟ ليه حرام؟ ما يجيش الرغبة في الدين، مش الرغبة في الماكلة ونخبي إلى آخره، كيما عصير الغلال. عصير الغلال حبر ما نعصر الكاس متاع الليموناضة ولا كاس متاع البرتقال نشربه في وقتها، على خاطر الفيتامين سي بعد 20 دقيقة تتبخر بطريقة الهواء. نعم. بطريقة الضوء وإلى آخره، يفقد الفوائد متاعه. عوامل اللي أنا ضد عصير الغلال، ولكن ندرج عصير الغلال في حالات قصوى متاع إنسان مريض ما نجمش يمضغ كعبة البرقدين. نعم. ما نجمش يقضم كعبة الأنزاص ولا التفاح، وقتها نتلز باش نعمل الخليط ونعطيه فيتامينات املاح معدنيه الياف، وخاصه الالياف، اكل قشره، اكل السلوك بتاع السفنيريا، السلوك بتاع البسباس، هذم الكل يعطيونا صبغه نتاع الدفاع ضد الامراض، ضد كل معناتها ينجم يحدث. شوف السلطه نتاعنا محلاها. اي كل، اللهم صلي وسلم عليه ما شاء الله، ومعناتها بارك الله فيك يا مزاتي في هالالوان النيره، وخاصه الخضره هذه نحبها في طبق
كل تونسي ان شاء الله راهو نجمو نشريو الخضره، نجمو نخلطوا على الخضره، نعرف فما ازمه اقتصاديه الى اخره، ولكن التونسي مازال يشري الجازوز ويشري البشكوتوات وينسى اللي في الربطه بتاع الفجل فما منفعه اكثر من كيس الجازوز. نعم. وربطه الفجل وكعبه الخس وربع بسباس كعيبه جناريه اللي مالي شويه لوبيا خضراء معدنوس بصل، وهكاك نكونوا ان شاء الله تعدى هالشتاء بسلام، وان شاء الله وخيالنا اللي معناتها بعاد علينا نلقاهم في طقس احسن واحن من الطقس هذايا، وبدا يخلط علينا معناتها الربيع ان شاء الله مبارك علينا، ولكن حتى في الربيع نرجعوا للخضر النيه نتاعنا ونرجعوا للخضر المطبوخه، واحنا عندنا ليكم برشا مفاجآت في التحويرات نتاع الغلال والخضر، حتى اللي ما عينوش باش ياكل السلاطه يولي نجم ياكل السلاطه. يعطيك صحة وشهية طيبة للناس الكل. شكرا لك. كل عام حيين بخير. يعيشك مدام فاطمة بن حفصة اخصائية علف تغذية، بارك الله فيك. عنصر قار في برنامج اللي معانا، مازلنا مواصلين مشاهدينا. تذكروا الاسبوع الفارت كنا انطلقنا في الحديث عن المعالم الدينية الموجودة في العالم اجمع، معالم دينية مشهود لها بالعراقة، موجودة في التاريخ، خرجت شيوخ في الفقه الإسلامي، شيوخ كبار معروفين على الصعيد العربي والعالمي. اليوم ناخذكم في رحلة إلى جامع الأزهر بمصر، جامع الأزهر وما أدراك في دقائق، ولنا عودة لاستقبال الشيخ محمد فوزي تومي الإمام الخطيب. الأزهر أول جامع أسس وبني في مدينة القاهرة، وأقدم وأول أثار للدولة الفاطمية، شيده القائد جوهر الصقلي بأمر مولاه المعز لدين الله الفاطمية، أول خلفاء الفاطميين بمصر، وبدأ في بنائه عام 970 ميلاديا، لينتهي منه بعد عامين في عام 972 ميلادي، لتقام فيه أول صلاة جمعة في السابع من رمضان عام 361 هجرية، وعرف الأزهر بجامع القاهرة. اختلفت الآراء حول سبب تسمية الجامع بهذا الاسم، ويرجح كثيرون نسبته لفاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال أن كلمة الأزهر تحمل عدة معاني، منها يوم الجمعة أو القمر أو مشرق الوجه. ولقد توالت أعمال الإصلاح والتجديد والتوسع والإضافة على هذا الجامع منذ إنشائه وحتى اليوم، فتبلغ مساحة الجامع القديم الذي وضع أساسه جوهر الصقلي نصف مساحته الحالية، والجامع على هيئته الحالية يتكون من مجموعة من المباني الأثرية التي أضيفت إلى الجامع الأصلي في عصور مختلفة، أهمها العصر العثماني والعصر المملوكي، فضلاً عن المباني التي أنشئت في العصر الحديث. وفي عهد الحافظ لدين الله تمت إضافة عناصر جديدة في التخطيط، فأنشئت في الجامع مقصورة، وتمت إضافة رواق حول الصحن من جهاته الأربعة، وأقيمت قبة جصية منقوشة، وجاء العصر الأيوبي حيث أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي بتعليق إقامة صلاة الجمعة في الجامع الأزهر، وكان ذلك في عام 565 من الهجرة. وفي عام 915 هجري قام السلطان المملوكي قايد باي المحمودي بهدم الباب من الجهة الشمالية الغربية للجامع، وأقام على يمينه مئذنة رشيقة من أجمل مآذن القاهرة. ثم قام السلطان المملوكي قنسوه الغوري ببناء المئذنة ذات الرأسين، وهي أعلى مآذن الأزهر، وتعتبر طرازاً فريداً من المآذن بالعمارة المملوكية. وتوالت أعمال التجديد والإصلاح والترميم في الجامع الأزهر منذ العصر الفاطمي وحتى يومنا هذا،
وصار الجامع في شكله الحالي بناء فسيحا يقوم على أرض مساحتها 1100 متر مربع، ويحيط به سور مربع الشكل تقريبا، له 8 أبواب وهي باب المزيانين وباب العباسي وباب المغاربة وباب الشوربة وباب السعيدة في الجهة الجنوبية الغربية، وباب المدرسة الجوهرية وباب الحرمين في الجهة الجنوبية الشرقية. وترتكز عقود الجامع على أعمدة من الرخام الأبيض يزيد عددها على 380 عموداً، ويحتوي الجامع حالياً على 5 مآذن: مأذنة المدرسة الأقبغاوية، مأذنة القايتباي، مأذنة الأولى، مأذنتان من الجهة الجنوبية من إنشاء الوالي عبد الرحمن كتخدا. ولقد بقيت من عمارة جامع الأزهر القديم بعض الأجزاء منها، قبة البهو، وقد احتفظت بنقوشها وكتاباتها، ومحرابها الكبير الأصلي، ويمتاز بكتاباته الكوفية ونقوشه النباتية والهندسية. ولقد كان هذا المحراب مستوراً مدة 7 قرون، حتى تم كشفه عام 1933 للميلاد، فأزيلت الكسوة الخشبية وظهرت نقوشه وكتاباته. ولا زالت المآذن الخمس في جامع الأزهر تقف شامخة في قلب القاهرة، نسمع منها نداء الحق. رجعنا لكم، وصلنا للفقرة الدينية توا، وباش نتحدثوا في موضوع نراو انه مهم ويقعد الحكم لكم انتم. باش نحكيو مع الشيخ محمد فوزي التومي امام الخطيب اللي حاضر معنا. نقولوا صباح النور ساعه قبلكم شيء، مرحبا بك الشيخ. صباح الخير لك اختي مان ولكافه الفريق التقني وللساده المشاهدين الافاضل. يعيشك شيخ. نتحدثوا اليوم على تعدد الجماعات بالمساجد والجوامع، بمعنى انه تعودنا وتربينا ورينا وسمعنا وشفنا وحذرنا انه المصلين في الجامع يكون قدامهم امام فقط يصلي بهم، سواء صلاة الجمعة وإلا يكون إمام خمس، فما الإمام الخطيب اللي هو يؤم معناها يوم الجمعة، فما إمام الخمس اللي هو يصلي بالمصلين صلوات الخمسة. وليت فما ظاهرة أنه تلقى كل مجموعة قدام إمام، يعني تدخل جامعة تلقى مجموعة متكونة من 10، مجموعة متكونة من 15 20، كل جروب قدامه إمام يصلي بهم. هذا صحيح وإلا لا في الدين متاعنا؟ وعلاش تعدد الجماعات شيخ داخل بيوت الله؟ نعم، شكرا لك يا أختي مان. الحمد لله وكفاء، وسلام على عباده الذين اصطفاء. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا يا ربنا من عبادك المخلصين. والله شكرا لك الأخت إيمان على التطرق لمثل هذه المسائل الشرعية والفقهية، لنبين الحقيقة التي جاء بها ديننا الحنيف والرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو مبعوث لهداية البشر و لإرشادهم ولتوعيتهم التوعية الحسنة والتوعية الهادفة. جاء وتحدث في الكثير والكثير من المسائل الفقهية، وخاصة منها تلكم التي تبعد عن المساجد وعن الفضاءات الدينية وعن المجتمع الإسلامي والإنساني الفتن، و ما تفضي إليه الفتن من أحقاد ومن أشياء لا يحمد عقباها. من ذلك أنه تحدث عليه الصلاة والسلام في أمر المسجد، كيف لا، والمسجد هو الذي يجمع الناس على مختلف مشاربهم وعلى مختلف أعمارهم ومستوياتهم الثقافية وأجناسهم، يجتمع فيه المسلمون ليؤدوا العبادة على وجه يرضاه الله تبارك وتعالى. وبالتالي المسجد هو فضاء للتحابب وفضاء للتقارب
وللتعارف، وبالتعارف يكون التآلف بين أفراد المجتمع الواحد. ولذلك درءا للفتن قال عليه الصلاة والسلام: لا جماعتان في مسجد واحد. نعم. بمعنى أنه إذا أقيم لصلاة فريضة اللي هما الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا أقيم لصلاة مفروضة فعلى كل من يحضر في ذلك المسجد المقامة فيه الصلاة المفروضة عليهم أن يلتحقوا بالإمام كي يكونوا مأمومين خلف إمامهم واحد، ويقتدون بهذا الإمام. نعم. لا جماعتان في مسجد واحد، خاصة كما قال ساداتنا الفقهاء إذا كان في هذا المسجد إمام راتب، بمعنى أن الإمام متعارف عليه لدى الجميع بأنه يأم الناس في هذه الصلوات، في الصلوات الخمس وكذلك في صلاة الجمعة، فهذا الإمام يسمى إماما راتبا، وبالتالي لا داعي لأن تتعدد الجماعات. وهذا يقول قائل علاش؟ حتى لا يطعن في الإمام. ما معنى هذا القول اللي جاء عن ساداتنا الفقهاء؟ ربما وقت اللي الإنسان المسبوق يعني اللي فاتته الجماعة وخلط بعد بركعة أو ركعتين أو أكثر أو أقل، يرى جماعة أخرى مقامة خلف الجماعة الرسمية اللي أمها الإمام الراتب، فالإنسان المسبوق وقت اللي يدخل يقول علاش هذوما ما صلاوش خلف الإمام، فلا بد أن هذا الإمام ليس أهلا أو ربما فيه أو عليه تحفظات جعلت هؤلاء لا يأتمون به، وبالتالي تدخل الشكوك وربما يفضي ذلك إلى الفتنة. يعني فمخافة أن يطعن في الإمام على الناس، أن حتى ولو يجيوا بعد ما يعني كملت صلاة الجماعة دخلوا بعد. قال الإمام مالك رحمه الله وبرد ثراه، لأن هذه كان باش يحبوا يصليوا مجموعة مثلا دخلوا اثنين يعني من اثنين فأكثر تعتبر جماعة، ولقاوا الجماعة معناها فاتة يعني سبقوهم وكملت الصلاة، سلم الإمام وخرجوا من صلاتهم ودخلوا هما حبوا يصليوا صلاة الجماعة، قال لك يعني يستأذنون الإمام. نعم. يعني تطيبا لخاطره، ولكن الصلاة تكون صحيحة الشيخ. نعم. حتى ولو يعني تنوعت أو كثرت الجماعات داخل المسجد تعتبر الصلاة صحيحة في نهاية الأمر؟ تعتبر صحيحة، لكنهم هؤلاء عليهم أن يستأذنوا من الإمام، يعني يخطو تطيبا لخاطره. نعم. وعلى أن لا تتخذ هذه عادة. نعم. علاش؟ لأنه مثلا جماعة صلوا وجماعة الأخرين قاعدين، يقول لك هات تنصليوا بعداش، مش لازم نتقيدوا بالوقت هذايا، تو بعد بنصف ساعة ولا بعد بساعة نمشي ونصليوا وعنا إمامنا آخر ونصليوا، هذايا تولي تتعدد الجماعات. نعم. تولي مثار للفتن. وحاجة أخرى شيخ، رجل يصلي جهرا، معناها نتصوروا مع بعضنا كان مثلا جامع في ثلاثة أو أربع مجموعات، كل جماعة تقرأ في سورة معينة وتتعالى الأصوات، يعني حتى الخشوع هوني ما عادش نتحدثوا هوني على خشوع، ما عادش نتحدثوا على احترام بيوت الله، ما عادش ما احترام أيضا الإمام. نعم. اللي هو يأم المجموعة الكل وهو مؤهل لذلك، وبالتالي فإنه شكرا. يصبح نعم تشويش. نقولها اليوم صراحة إن هناك الكثير من المساجد اللي الإمام تلقاه يقرأ وإمام آخر يقرأ في سورة خلفه أخرى، تلقاه يأم مجموعة أخرى. نعم. يأتمون بإمامهم غير الإمام الراتب. نعم. ويرفع صوته بالتلاوة إن نعم. كانت الصلاة جهرية. نعم. وهكذا على مرأى ومسمع من الجميع. نعم. ولا رادع لهم، فالفوضى هذه التي أصبحت تعم أكثر وأقول أكثر المساجد أصبحت حالة
يعني مقلقة للجميع، مقلقة للذين يرتادون المساجد ويروا هذه الخلافات وهذه الفتن التي أصبحت تعم أكثر المساجد. فعلينا أن ننبه خاصة شبابنا إلى أن هذا الأمر هو أمر مخالف للإسلام ومخالف لسنة رسول الله صلى الله وسلم عليه، ومخالف للهدف الذي جعل من أجله المسجد، باعتبار وأنه فضاء للتحابب والتقارب والتآلف والتعارف، لا فضاء للانقسامات ولإشاعة الفتن والانشقاقات أما إذا كان المسجد ليس فيه إمام راتب وهذا تتمة للمسألة، كأن يجد المسافر مثلا في طريقه مكانا كما محطات للتزود بالبنزين مثلا، وبارك الله فيهم الخيان، تلقى مكان صغير للصلاة، بيت صلاة، فحتى الإنسان يخو راحته وربما يحين وقت الصلاة فيريد أن يؤدي صلاته في وقتها، فيجد في هذه المحطات جاز الله أصحابها أوفى الجزاء، ويعني رب إن شاء الله يعطيهم ما يتمناه من الخير لأنهم أوجدوا هذه الأماكن التي يؤدي فيها المسلمون صلواتهم في أوقاتها. فهذه الأماكن ليس فيها إمام راتب، وبالتالي تعدد الجماعات في هذه الفضاءات الخاصة أمر جائز، بمعنى على خاطر أنه جاءت جماعة إطار معين في وقت معين، جاءت جماعة ثم صلوا ثم خرجوا جاءوا جماعة أخرين، ولو يصليوا نفس الصلوات ولو تتعدد الجماعات في هذه الفضاءات اللي ما فيهاش إمام راتب فهذا أمر جائز. وكذلك في الطريق، ربما الإنسان في سفره لعموم قوله صلى الله وسلم عليه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حيثما أدركتني الصلاة تيممت وصليت. ولا نأخذ من هذا أن التيمم جائز عند السفر، بل يجب على المسافر إذا كان قادرا على الوضوء وإذا وجد الماء يجب أن يتوضأ بالماء لا أن يجنح إلى التيمم. فقال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في أي مكان في الطريق وقيمت الجماعات جماعة تلو الجماعة فهذا أمر واسع. في بضع دقائق وألف بعض جمل الشيخ نربط مع التيمم والوضوء في مسألة فقهية أخرى بالنسبة للنساء ولا للرجال اللي يخدموا نهار كامل ويحين موعد الصلاة، دونك عند الوضوء اللي عدة أسباب وتختلف هوني ظروف العمل وأماكن العمل. ف بالنسبة مثلا لغسل ساقين شيخ يكون فما جست الإنسان يمرر يده على الحذاء وإلا على الجوارب الكلاسيك، هذايا الوضوء يصح هوني وإلا لا؟ نعرف الأخت إيمان كما يعرف السادة المشاهدون أن الوضوء هو شرط في صحة الصلاة. نعم. والشرط كما عرفه ساداتنا العلماء هو ما لا يصح الواجب إلا به وليس جزءا منه. نعم. فالوضوء ليس جزءا من الصلاة وإنما هو عملية مستقلة عن الصلاة، إلا أنه يعتبر شرطا، بمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا بصحة الوضوء. نعم. وبالتالي على الإنسان أن يتحرى في أمر الوضوء اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، صدق الله العظيم. جزيل الشكر لك شيخ. بالتالي وأرجلكم هي منصوبة باعتبار وأنها معطوفة على ما يجب غسله وهو الوجه
واليدين إلى المرفقين وغسل الوجوه هو غسل الوجه هو أمر واجب مفروض. ولا ينبغي أن يكتفي الإنسان بالمسح على الجوارب نعم. لأن ذلك يجعل وضوءه باطلا نعم. وببطلان وضوئه إذا كان متعمدا وإذا كان عارفا بالمسألة أي. فإن صلاته تكون باطلة فالرأوا بعض النساء وبعض الرجال نعم. يجي للقلاس نتاعو ويكتفي بالمسح فهذا أمر باطل نعم. حتى من قال من العلماء وهو الإمام الشافعي قال بجواز المسح على الجوارب على الكلاست أعطى صفات وهذه تجمع تراجعوها في الفقه المذاهب الأربعة في باب المسح على الخفين أعطى صفات ومواصفات للجوارب تقرب للمواصفات الموجودة على الخفين فمسألة جواز المسح على الخفين هو جابه النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يعملون بهذه السنة وهي المسح على الخفين لا على الجوارب نعم يعطيك الصحة شكرا لك الشيخ محمد فوستومي إن شاء الله نكونوا وصلنا المعلومة صحيحة بشكك أن أولوكم تكون يكون الوضوء صحيح وصليته صحيحة نمشي بحذا شيخ محمد مزاكي في لحظات مزاكي بعد ما عملتنا البريزنتاسيون فينال متاع الأطباق الكل أطباق جميلة يلا ركب سريع بالنسبة للسلطة نتاعنا قلنا الاختلاف اللي بقى بيناتنا أو ربما وصلنا لفكرة واحدة أن القص كيفاش قصينا أون كيب أيه كبيرة جميلة جميلة مو العبرة بالنتيجة هكا جميلة يعطيك الصحة بالنسبة حتى سهل في سهلة في الهضم وسهلة حتى في الهدف نعم خلينا تعدي للديسيغ على خاطر حكينا بالكدا على البلا برانسيبال فوالا بالنسبة للديسيغ ديسيغ قلنا حاجة اللي هي سهلة ما خديتش ليها ما عملتش حاجة اللي هي كومبليكي باش ما نصعبش على ربات البيوت خدينا 200 غرام تاع زبده 200 غرام سكر و250 غرام فرينه عليهم 5 كعبات عظم خدمناهم مليح العظم واحده واحده ومن بعد عملنا حلينا الخبز على اثنين واعطينا طبيعه الحال نطيبوها جويده ما نطيبوش وزينا بالشوكولاته تنجم تكون طويبه على كبيره شوكولا نواغ والا نشريوها كدبيب زيت الصغار هذوكم نزينوا بهم يعطيك الصحه شكرا لك مزاكي هذه كانت حلقتنا بالنسبه اليوم مشاهدينا نلتقي واياكم غدا باذن الله تعالى تمام التاسعه صباحا في موعد جديد وضيوف جدد لتأثيف اللقاء جزيل الشكر لجود الخفاء لكرم لكنت له بصمة في إيصال الصورة نرجو أن تكون طيبة أجمل تحية مصف الكاتب إيمان جلاسي مزالي وجملة نحبها برشا حب نختم بها أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى اللقاء To take us over the road. Man made the trains to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water like Noah made the ark. This is a